اللي بيقدر يعمل عشان اضمن عنه الحركة تماما، لازم حضرتك تمنع لي الستة دول. فعشان تمنع الحركة في الاكس لازم يتحقق شرط سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو، عشان تمنع الحركة في الواي لازم يبقى سيجما الفورسز في الواي ايكوال زيرو، وهكذا برضو لازم يبقى سيجما الفورسز في الزد ايكوال زيرو. ايه كمان يا دكتور؟ لازم يكون سيجما المومنتس اباوت الاكس اكسس ايكوال زيرو، سيجما المومنتس اباوت الواي اكسس ايكوال زيرو، سيجما المومنتس اباوت الزد اكسس ايكوال زيرو. ست معادلات، 6 equations of equilibrium. طب حضرتك ممكن بتقول في تفسير ليها تاني ماثيماتيكال؟ هو يا اولاد لازم اي جسم عشان ما يتحركش لازم يتحقق حاجتين، ايه هي؟ لازم يبقى سيجما الفورسز اللي عليه ايكوال زيرو، وسيجما المومنتس اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. فلو اي حد فيكم اقول لك قعد كده فكر كده سند كده في مره كده وفكر، هي لو الفورسز في السبيس هيبقى ليها كام كومبوننت؟ اي فورس او اي ريزلتنت، اكيد يا دكتور في السبيس الريزلتنت بيطلع لها 3 كومبوننتس اللي هي سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما اف زد. فطالما الريزلتنت نفسها بزيرو لازم يبقى الكومبوننتس الثلاثه سيجما اف اوف اكس، سيجما اف واي، سيجما اف اوف زد ايكوال زيرو. صح. وايه كمان يا دكتور؟ سيجما المومنتس اباوت اني بوينت. فعلا يا دكتور، حضرتك لما شرحت لنا المومنت اباوت بوينت قلت لنا بيطلع فيكتور اي وجي وكي. فطالما سيجما المومنتس اباوت اني بوينت ان سبيس هيبقى زيرو، يبقى اكيد الكومبوننتس بتاعتها الكومبوننتس برضه هتبقى زيروز. فلما تطلع مثلا اولاد سيجما المومنتس في الاكس اللي هي هتبقى جنبها اي، وسيجما المومنتس في الواي اللي جنبها جي، وسيجما المومنتس في الزد اللي جنبها كي، الثلاثه هيكونوا بزيروز لازم. يبقى حضرتك لو فسرتها عن طريق انه بيقدر يعمل ست حركات فانا لازم امنع السته، هيبقوا ست معادلات. لو فسرتها من منطق الريزلتنت فورس والريزلتنت مومنت وان كل واحد اي وجي وكي، فلازم برضو السته كلهم يا اولاد يبقوا بايه؟ بصفر. يبقى ان سبيس وي هاف 6 ايكويشنز اوف ايكوليبريم. طب تمام يا دكتور، هايل، عدد معادلات الاتزان في الفراغ سته. طب ايه هي يا اولاد اشهر واهم السبورتس او الدعائم اللي انا هستخدمها في السبيس اللي ممكن اثبت بيها اي جسم وامنع حركته واحقق الايكوليبريم كيس اللي احنا بندور عليها؟ تعالوا نتفرج. اول سبورت عندنا يا اولاد اسمه بولاند سوكت. اول سبورت اسمه ايه يا دكتور؟ بولاند سوكت. اللي فيكم بيلعب بلاي ستيشن يا اولاد، الدراع بتاع البلاي ستيشن مش بيبقى في اخره كده في حاجه شبه الكوره شويه؟ تقدر تعمل ايه؟ تقدر تحركه، تقدر تحركه في اي اتجاه او تلففه، لكن ما تنقلوش من مكانه. فالبولاند سوكت دي يا اولاد عامله زي كوره، يعني ايه؟ انت مثبتها في مكان، مثبت الجسم بيها في مكان، لكن تقدر تعمل روتيشن في اي اتجاه انت عايزه، يعني فري تو روتيت، لكن ما بتقدرش تتنقل في اي اتجاه، لا اكس ولا واي ولا زد. يبقى البولاند سوكت يا اولاد اللي هو اول سبورت فوق على الشمال ده بيعمل ايه يا دكتور؟ بيمنع الترانسليشن في الاكس والواي والزد. يا دكتور بيمنع اي روتيشن؟ لا، وبناء عليه بياخد 3 رياكشن فورسز اف اكس اف واي اف زد. طب يا دكتور مش هياخد رياكشن مومنتس؟ يا حبيبي لا، الكلام بيرد على نفسه. ازاي؟ بيقول لك هو ما بيمنعش روتيشن. البولاند سوكت ده يا اولاد السبورت ده الديزاين بتاعه ان هو ما بيمنعش روتيشن، يبقى بالتالي مش هياخد اي رياكشن مومنتس. طيب السنجل هنج يا اولاد اللي هي مفصله الباب، قبل ما اشرحها بالله عليكم يا اولاد انا عايز حد فيكم انتوا اللي يجاوب لي، المفصله بتاعت الباب بتاعت اوضتك دي مين فيكم شاطر يقول؟ الباب يا اولاد، الباب المفروض ان هو موجود في السبيس نتيجه ان انت وصلته بالمفصله اللي في الجنب دي، من اصل ست حركات المفصله دي منعت كام وسابت كام من السته؟ تعمل روتيشن منعت كام حركه منعت خمسه منعت حوالين الروتيشن فمنعت الباقي كله. برافو عليك، الله يفتح عليك يا حبيبي، الله يفتح عليك. تمام، وبرضه ناس زمايلك قالوا برضه الله يفتح عليهم هم كمان. فعلا يا دكتور مفصله الباب دي او السنجل هنج يا دكتور دي بتسمح فقط بالدوران حوالين مثلا الزد او وات ايفر الاكسس اسمه ايه، يعني الاكسس اللي هي بتلف حواليه ممكن يبقى متغير يا اولاد، هي بتسمح يا دكتور فقط بالدوران حوالين الاكسس بتاعها، يبقى بتسمح بحركه وبتمنع خمسه. متخيلين يا اولاد؟ بتمنع خمسه، منهم ثلاثة ترانسليشن واثنين روتيشن. يعني في الشكل اللي قدامكم ده، والله يا دكتور على حسب الرسمة اللي انت راسمها دي السنجل هنج دي هتبقى بتروتيت، بتسمح بالروتيشن اباوت الواي،
يعني الرسمه دي يا اولاد بالصدفه هي هتسمح بالروتيشن اباوت الواي، يبقى منعت كام يا اولاد؟ عدوا معايا. منعت يا دكتور الترانسليشن في الاكس، يبقى هتاخد رياكشن فورس اف اكس. منعت الترانسليشن في الواي، يبقى هتاخد اف واي. منعت الترانسليشن في الزد، في خدت رياكشن اف زد. وايه كمان يا دكتور؟ منعت الروتيشن اباوت الاكس والزد، يبقى هحط لها تو رياكشن مومنتس ام اكس وام زد. تخيلوا. طب حضرتك ما فيش ام واي؟ لا يا ابني، هي افيلابل تو روتيت، افيلابل او ايبل، ايبل تو روتيت اباوت الواي، عندها امكانيه للدوران، فانت ما منعتهاش. وبناء عليه ما بحطش رياكشن لحركه مسموح بيها اصلا، ما اتمنعتش. طيب الفيكسد سبورت ده النجم يا اولاد. النجم يعني ايه يا دكتور؟ ده بيعمل تثبيت تام، يعني لو عندك حاجه يا اولاد ثبتها في حيطه، ثبتها في سقف، منعت عنها الست حركات كلهم، كلهم بمسامير بقى، بمفصلات وات ايفر، بس انت منعت الست حركات كلهم، خلاص هتاخد 6 رياكشنز، ثلاثه منهم رياكشن فورسز واثنين رياكشن مومنتس. طيب السموز سيرفيس سبورت، لا السموز سيرفيس سبورت ده محتاج رسمه بقى، محتاجين نتكلم عليه شويه يا اولاد. السموز سيرفيس مش ده حضرتك يا دكتور بتاع ال 2 دي اللي بياخد رياكشن نورمال تو ذا كونتاكت بلين؟ بس انا عايز اتكلم يا اولاد في السبيس او في ال 3 دي بيبقى في بعض الاختلافات عن ال 2 دي، هقول لكم عليها. عايزين نتناقش فيها مع بعض يعني. دكتور ممكن تقول مثال للحاجة دي عشان أنا مش متخيل ده إيه ده؟ هو ايه ده؟ الشكل الأخير ده اللي هو سموث صحيح هيد شارلز. عم اصبر يا عم، انا هشرح لك اهو، حاضر انت حاضر. مستعجل ليه؟ ما انا بقول لك اهو هشرح اهو. بصوا كده يا حبيبي، تخيلوا ان انا عندي مثلا جسم في السبيس اهو، اهو في السبيس، وادي مثلا الاكس واي بلين، ودي حيطه اهي موجوده في الاكس زد بلين يا اولاد، ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس وادي الزد اكسس، وانا قمت حاطط سلم كده يا اولاد، حطيت سلم سندته ما بين الارض، سندته ما بين الارض هنا عند بي والحيطه عند اي، قمت قايل لك ايه؟ قول يا دكتور، قمت قايل ايه؟ ان دي كده سموز وول، بينما الارض هنا يا اولاد دي هعتبرها رف، رف سيرفس. ايه الفرق يا اولاد ما بين السموز وول والرف سيرفس؟ والله يا دكتور سموز يبقى هيبقى عندك جاست اونلي وان رياكشن في اتجاه الواي بس، بس كده يا دكتور. مفيش رياكشنز تانية؟ لا، اي جسم يا اولاد ساند على سموث سيرفيس بياخد رياكشن واحد نورمال تو ذا كونتاكت بلين. طب يا دكتور، طب عند دي بقى في رف سيرفيس صح؟ طب بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور، اكيد في رياكشن لفوق ده البي زد. طيب نتيجه بقى ان في رفنس او في خشونه تحت في الارض، هحط اكيد يا دكتور فريكشن فورس صح ولا لا؟ فين يا ابني؟ في الاكس واي بلين. طب في انهي اتجاه بقى يا معلم؟ والله يا دكتور ما اعرفش، يعني ايه يا دكتور مش عارف؟ عكس اتجاه الحركة. الله يفتح عليك، اللي هو فين برضو؟ هل في الاكس ولا في الواي ولا في خط ما بينهم؟ عكس الواي، في الاتجاهين، في الاتجاهين. الله يفتح عليك يا حبيبي. لا مش في البوزيت، لا 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 لا، في الحاله دي يا اولاد طالما انت موجود في بلين، في بلين انا ما اعرفش الفريكشن فورس فين يا اولاد، فبضطر اسفا اسفا ان انا هفرض لها تو كومبوننتس اهم، بي اكس و بي واي. يعني حضرتك عايز تقول ان الفرق ما بين الرف سيرفيس في ال 2 دي والرف سيرفيس في ال 3 دي ان هناك كان بياخد تو رياكشنز ان واف وخلصنا، لكن هنا لا، اي رف سيرفيس يا اولاد في السبيس لازم هتحط له 3 رياكشنز. يبقى الفرق ما بين السموث سيرفيس والرف سيرفيس في السبيس، السموث بياخد اونلي 1 رياكشن نورمال تو ذا كونتاكت بلين، بينما الرف سيرفيس يا اولاد هتحط له 3 رياكشنز. دكتور معلش تاني البي زد ده خلصنا منه، ده النورمال فورس اللي هو نورمال. طب حضرتك ليه لجأت حطيت بي اكس وبي واي؟ لان يا حبيبي الفريكشن فورس هي موجوده في الاكس واي
اتجاه والله ما اعرفش، ما عنديش فكره، فبضطر استبدلها بايه؟ تو رياكشنز اكس وواي. واحد يقول لي يا دكتور طب لو حضرتك طلبت مني بقى في السؤال قلت لي ايه مثلا؟ فايند ذا ريزلتنت فريكشن فورس ات بي. عارف تعمل ايه ساعتها؟ بعد ما تحسب البي اكس والبي واي، ماليش دعوه بالبي زد سيبك منها، بعد ما تحسب البي اكس والبي واي لو انت عايز الفريكشن تبقى تجيب الريزلتنت بتاعت البي اكس والبي واي تبقى سكوير روت للبي اكس سكويرد بلس البي واي سكويرد. تخيل. دكتور يبقى طب هنا قول يا حبيبي، هو البي اكس والبي زد دي دولت المركبتين بتاعت الاحتكاك ولا بتاعت رد الفعل؟ يا حبيبي لا، البي اكس والبي واي تقصد، مش البي اكس والبي زد. ايوه انا بتكلم على البي اكس والبي واي دول. ايوه التو كومبوننتس اوف ذا فريكشن فورس اللي انت مش عارف هي فين. ما انا متاكد انها فورس موجوده في الاكس واي بلين، طب فين حته؟ ما انا ما اعرفش دايركتد فين، مش عارف صح ولا لا. انت تمام. قلت جملة في الاول عجبتني، هي عكس اتجاه الحركة. اوكي يا معلم ماشي انا موافق، عكس اتجاه الحركة فين بقى؟ فين؟ ما انا مش عارف احددها بالظبط، فبضطر ايه؟ يقول لك ايه، خلاص خليك في السيف سايد، خليها بي اكس وبي واي، ونطلع البي اكس والبي واي، وبعدين لو اتطلب منك فريكشن، لو اتطلب منك فريكشن يبقى هاتها على انها سكوير روت لبي اكس سكوير بلس بي واي سكوير بس. والبي خلاص زد عارف. ده رد الفعل. البي زد اللي هو النورمال فورس عادي يعني. طب حضرتك ليه مش مسميه ان؟ يا سيدي انا يا سيدي مش عايز اقول يعني، انا بستغل بس الوضع، هو هنا نورمال تو ذا اكس واي بلين يعني دايركتد في الزد، فبنسيبه للزد فبسميه بي زد، زي برضو النورمال فورس اللي عند ايه. معلش يا اولاد يعني سؤال عبيط، ليه سميتها اي واي؟ لانها من ناحية نورمال. اتجاه الواي. برافو عليك. بس لكن لو انت سميت النورمال فورس عندي نورمال فورس ان ايه، ان ايه يا سيدي زي الفل، ايه المشكله؟ برضو نفس المشكله دي يا اولاد اللي انا حكيتها لكم، الفرق ما بين ال 2 دي وال 3 دي. فاكرين يا اولاد اللي هي المساله اللي هي اللي اديتها لكم الاسبوع اللي فات بتاعت الكولر؟ يا دكتور اديت لنا كولر اهي كده اهي، وقلت لنا انها بتعمل سلايدنج في اتجاه ما اهو. لو انا جبت لكم يا اولاد كولر بس في ال 3 دي في السبيس، وقلت لك ان ده كده ده كده الزد اكسس، وده كده الاكس اكسس، انا صوت راح من عندي ولا لا؟ لا من عند كله. وانا ورد يا دكتور طلع. لا ما طلعش موجود اهو. الشاشة اختفت من عندي بس من عند كله. كله يا يوسف. دكتور طلع. واضح ان في مشكلة عنده، هو هيخرج يدخل تاني. معلش طيب عقبال ما يجي حد، عارف ايه اللي ناقص في الشانل لسه ما نزلش؟ فيكتوريا اللي هو اللي حصلناه الاسبوع اللي فات بتاع بتاع الفيزياء؟ بتاع الفيزياء. اترفع على قناة الدفعة علشان خاطر مش احنا اللي سجلناه، كان في جروبين حاضرين، وانا دخلت اصلا متأخر بتاع 3 دقايق، فهم اللي بدأوا التسجيل ونزل على الشانل بتاعت الدفعة. ده حاجة. معاك في حاجة اللينك يعني او كده؟ عملت زي ما قلت يعني امبارح، حط في الديسكريبشن بتاع عملت الفيديو ايه؟ الفيديو عملت ايه؟ انا لا لسه هاخد اللينك، انا لسه متواصل النهارده مع مندوبة الجروب اللي كان معانا، وهاخد اللينك واحطه في الديسكريبشن بتاع توتوريال 4. ده حاجة. في حاجة تانية؟
يعني انت قصدك المحاضره اللي فاتت بتاعت الكيمياء؟ لا لا اللي قبلها كان فيه كده. بصي هو محاضرات امبارح بتاعت الكيمياء على ليكويد ليكتشر كام طيب عشان اعرف اجيبها؟ قولي لي حتى حضرتها في انهي يوم انهي يوم التوتوريال تقريبا. وفي ليكويد بارت 1 وفي ليكويد بارت 2 يعني واحده. هو جه في مره كده وشرح بقول لك يا ديزل ايه جايه. هي الدكاتره قالوا امتحانات الميد تيرم هتبقى لحد فين في المواد ولا لا؟ قالوا. طب بص يا شادي يعني انهي يوم علشان خاطر اعرف ان انا ادخل واجيبها واكون عارف هي ديت اللي ما نزلتش. هو اللي شرح فيه ليكويد وصل لك التوتوريال بتاع الاسبوع اللي فات بالظبط. هو تقريبا اللي قبل اللي فات بدأنا تماما. انا بس كنت بقول لكم ايه، كنت انا الاسبوع اللي فات قلت لكم لو انا عندي كولر بتقدر تعمل سلايدنج في اتجاه ما، كان بتاخد كام رياكشن؟ والله دكتور كان بتاخد 1 رياكشن، 1 رياكشن نورمال تو ذا دايركشن اوف ذا موشن. طب تمام جدا. دلوقتي انا جبت نفس الكولر يا اولاد بس حطيتها في السبيس، وبقت الحركه فين يا اولاد؟ الحركه دلوقتي يا دكتور في اتجاه الزد. لما تيجي تقول هحط لها رياكشن نورمال تو ذا دايركشن اوف ذا موشن يعني نورمال تو زد، فانت هتسال نفسك سؤال، طب يا دكتور هتبقى نورمال تو اكس ولا نورمال تو واي؟ سوري في اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي؟ ما اعرفش. فبضطر برضه يا اولاد اسفا ان انا احط لها بقى المره دي تو رياكشنز، هيبقى عندك ان اكس وان واي. ايه ده يا دكتور؟ يعني السلايدنج كولر دي اللي بتقدر تعمل سلايدنج هناك في 2D كانت بتاخد 1 رياكشن، لكن في 3D هتاخد 2 رياكشنز. زي بالظبط يا اولاد لو انا جبت لكم مثلا حاجه اسمها جروف او حاجه بتتحرك جوه مجرى اللي هي شبه كده، لو انا جبت لكم اولاد ريجيد بودي وفتحت فيه مجرى كده مجرى وخليت هنا فيه مسمار متوصل بجسم تاني، فايه نوع الرياكشن يا اولاد اللي هيظهر على البودي ده نتيجه اتصاله بالمسمار اللي بيقدر يتحرك جوه المجرى؟ على حسب يا دكتور، هو انت في 2D ولا في 3D؟ انا في 2D دلوقتي، معلش اعتبروا ان انا رجعتكم اسبوع. والله يا دكتور لو المسمار ده بيقدر يتحرك جوه الجروف او المجرى دي، ده اسمه اولاد جروف، بالعربي بيسموها مجرى. خلاص يبقى الجسم ده كده اهو، البادي ده هياخد يا دكتور اهو جاست اونلي 1 رياكشن نورمال تو ذا دايركشن اوف ذا موشن اهو، لو ده اتجاه الحركه يبقى في رياكشن هنا نورمال. طب تخيلوا اولاد نفس الجروف دي نفس المجرى دي لو جبتها لك في 3D اهو، تخيلوا ادي المساله اهي، ادي الاكس وادي الزد وادي الواي، ومتعامل هنا يا اولاد اهو كده سيرتن بادي، ومتعامل يا اولاد جواها كده جروف اهو مجرى. دكتور معلش مش دي كمان عند دوران؟ يا حبيبي ما انت ايوه تقدر تدور ازاي؟ اي حبيبي ما هو باتصالها بالمسمار ده تقدر تدور يمين وشمال عادي، ايه المشكله الا يمنعها انها تدور؟ رد قول لي الا يمنعها انها تدور. اتاخرت انها متثبته يعني؟ لا 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 طالما بص يا حبيبي الفرق ما بين دي اهي، لو هي متثبته هتبقى كده اهي، بص يا حبيبي مش هتبقى متوصله بالمسمار، هتبقى كده من بره، شايف الاتصال ده؟ تبقى كما لو كان انت لحمها فيها، لكن طالما انت موصلها بمسمار وفي الغالب المسمار ده بيبقى سموز ناعم يعني ما يمنعكش من الدوران عادي، يبقى ما فيش رياكشن مومنت. طب هنا يا اولاد هنا لو نفس البين ده البين موجود جوه مجرى بس في 3D يا اولاد، طب هنا المجرى دي يا دكتور او المسمار ده يقدر يتحرك فين؟ في الواي. تخيلوا هنا برضو مش هينفع تحط اونلي 1 رياكشن، امال ايه؟ لا هحط هنا تو رياكشنز يا دكتور، هيبقى عندي ان اكس وان زد.
ليه بقى؟ لانه يقدر يتحرك في اتجاه الواي، يبقى بالتالي لازم نحط له توري اكشنز اللي هم الاكس والزد. لو كانت الحركه في الزد هحط توري اكشنز اكس وواي، لو الحركه في الاكس هحط برضو توري اكشنز اللي هم الواي والزد. دكتور يعني المسمار ده اكنه في مجرى؟ اه يا حبيبي، يعني انت سامح له بالحركه في المجرى دي، مش مانع الحركه في الاتجاه ده. تمام. طب يا اولاد، هي دي يا دكتور اهم السبورتس اللي موجوده في 3 دي. اه بس بيني وبينكم يا اولاد، يعني الاكزامبلز والبروبلمز بتركز اكتر يا اولاد على البولن سوكت. يعني اهم سبورت عندنا في المسائل اللي هو الاولاني خالص اللي هو البولن سوكت يا اولاد. ها ده يمكن موجود اكتر في المسائل. يعني طب دكتور، هو يعني هيمنع داون في، مش ممكن يمنع داون في مثلا الاكس او الزد، ولا هو مش هيمنع داون خالص؟ لا مش هيمنع الدوران. انت بتتكلم على انهي سبورت؟ بتتكلم على انهي سبورت يا حبيبي؟ اللي هو الاخراني خالص؟ ما بيردش. طيب خلاص. لا معلش يا دكتور، اللي قبليه، اللي هو اللي قبليه اللي هو ايه؟ طب ما ترد على طول يا ابني. الله معلش، ما قفلت الدكتور المايك. معلش يا دكتور، قول قفل اللي هو انهي ده؟ اللي هو ده اللي هو اللي على الشمال. ايوه ده اللي على الشمال. ايوه. لا لا لا، على حسب الكونكشن، على حسب الكونكشن. لو هو لو انت موصله ببادي كده بمسمار لا مش هيمنع الدوران، هيبقى عادي جدا يسمح، بس يعني هيسمح بالدوران، لكن بس هو ساعتها هيمنع الحركه في اتجاه النورمال تو ذا ايه، النورمال تو ذا زد اكسس. طب ما هو نورمال تو ذا زد اكسس يعني في اتجاه الاكس والواي. طب انت مش عارف في انهي اتجاه تحديدا، فبتضطر تحط توري اكشنز اكس وواي. تمام ماشي، شكرا دكتور. طب معلش، هو اخر واحد عند الاكس والواي، اخر واحد ايه؟ مش هيبقى فيه مومنت عند الاكس والواي؟ لا ده اخر واحد اللي هو اللي هو لسه ما جاش قدامي، بس يعني اخر واحد اترسم يعني. اه هو ده. اوكي. اه لا مش هيبقى فيه مومنت هنا، لا، لان انت برضو هنا انت سامحه بالدوران في كل الاتجاهات اهو. لو وصلته باي بادي من خلال البين ده، لا ما في، انا ما منعتش الدوران، لا انا مش عامل له تثبيت تام زي المفصله بتاعه الباب. تمام. بس تعالوا بقى يا اولاد ناخد اكزامبلز كده اهي. اول اكزامبل يا اولاد بيقول لي ايه؟ The boom is used to support the 75 pound flower pot in the figure. Determine the tension developed in the wires A, B and AC. لا اشرح لنا دكتور الاكزامبل معلش. بص يا اولاد، المسألة دي عبارة عن ايه؟ Weightless rod اللي هو اسمه OE. يعني ايه يا دكتور ويتلس؟ يعني الرود دوت يا اولاد ملوش ويت، يعني الويت بتاعه نيجلكتد. جيت في نهايته يا اولاد، في نهايته عند ايه؟ علقت كده زي ايه؟ ثبت ورده او حاجه، الويت بتاعه 75 باوند. ده فين يا دكتور؟ عند الاند بوينت ايه؟ اه. طيب عشان يا اولاد احافظ على الايكوليبريم بتاع الرود ده، ثبته بايه؟ اسمعوا معايا بقى. اولا في تو وايرز اللي هم extended from A to B و extended from A to C. extended from A to B و extended from A to C. وايه كمان يا اولاد؟ ثبتت بي pole and socket support at O. supported بيه يا دكتور pole and socket support at O. طب هو في السؤال طالب ايه يا اولاد؟ طالب التنشن developed in the two wires A, B و A, C. لا، وانا هزود عليهم من عندي كمان يا اولاد بعد اذنكم. عايزك كمان تحسب لي الرياكشنز اوف ذا بول اند سوكت سبورت ات او كمان يا دكتور. اه طب يلا يا اولاد هحل ازاي. اي مساله ايكوليبريم يا اولاد سواء كانت 2 دي او 3 دي، دايما ستيب 1
drawing the free body diagram. ليه يا دكتور؟ عشان حضرتك توضح لنفسك ايه هي الفورسز اللي موجودة في المسألة. طيب اهو هنا لو رسمنا يا اولاد الفري بادي دياجرام هرسم ايه؟ اولا عند الاوريجين او، عند الاوريجين او نتيجة وجود بولاند سوكت حطيت الثري رياكشن فورسز اللي حضرتك قلت عليهم من شوية، هيبقى فيه او اكس او واي او زد. طب عند البوينت اي هيبقى فيه اولاد الفورس اللي في الواير اي بي انا هسميها اف اي بي، والفورس يا اولاد اللي في الواير اي سي هسميها اف اي سي. الا جانب الويت، الويت اللي هو اوريدي مديهولك جيفن اللي هو ال 75 ال 75. كده انت خلصت يا دكتور الفري بادي دايجرام؟ اه خلاص اوكي ابدا حل بقى. احل ايه يا دكتور؟ حل المساله. طب ايه هي الخطوات بتاعت حل المساله دي يا اولاد طالما في السبيس؟ والله يا دكتور انت عودتنا وقلت لنا دايما في ستيبس اساسيه اللي هي ايه؟ لازم الاول تجيب الكوردينتس بتاعت البوينتس كلها، ولازم تكتب الفورسز كلها في الفيكتور فور. طب يلا اولاد كده اهو معلش هعمل بس شير للسكرين وتبداوا تحلوا معايا. اهي يا اولاد هتظهر قدامكم الشاشه دلوقتي. ايه يا دكتور دلوقتي هتبدا ايه؟ انا عايز احل يا اولاد. طب حضرتك بس ايه بالراحه علينا كده واحده واحده عشان نتابعك. حضرتك عايز ايه في المساله دي؟ انا عايز احسب يا اولاد التنشن اللي في التو وايرز اللي هم الاف اي بي والاف اي سي، وعايز احسب الرياكشنز ات او. طب خلاص اوكي حضرتك هتطبق الايكويشنز اوف ايكويليبريم؟ لا. ليه يا دكتور؟ لان دي مساله سبيس، مساله 3 دي، لازم تعمل الخطوات الاساسيه بتاعت اي مساله في السبيس اللي هي تحدد الكووردينتس بتاعت البوينتس وتكتب الفورسز كلها في الفيكتور 4. يلا يا اولاد اللي يعرف يقول لي الكووردينتس بتاعت الاي والبي والسي. يلا مين شاطر يقول لي الكووردينتس بتاعت الاي؟ اي 6 0 0 0 6 0 0 6 0. اللي قالت 6 0 دي غلط، دي على الواي اكسس. طب والبي 2 0 0 2 0 3 2 0 3 وسي -2 في الاكس و0 في الواي و3 في الزد. ايوه 2 في الزد. طيب خلاص لا هي 3 هي 2 نيجاتيف 2 في الاكس و0 في الواي و3 في الزد اهي. طب الخطوه الثانيه يقول لك اكتب الفورسز كلها، اكتب الفورسز كلها في الفيكتور 4. طب اوكي ماشي. عندك اول فورس اللي هي ايه؟ الرياكشن ات او. نعم يا دكتور. اه والله اللي هو عباره يا اولاد عن الثري رياكشنز دول، هيبقى او اكس اي بلس الاو واي جي بلس الاو زد كي، وايه كمان؟ الويت. والله يا دكتور اه اكتبه في الفيكتور 4، هيبقى 0 في الاي بلس 0 جي نيجاتيف 75 في الكي. طيب ايه كمان يا اولاد؟ عايزك تكتب لي الاف اي بي والاف اي سي كفيكتورز باستخدام النقط اللي عليهم اهو. الاف اي بي يا اولاد هتبقى ايه؟ هتبقى يا دكتور الاف اي بي از ماجنيتيود في الاي بي فيكتور على الاي بي نورم او ماجنيتيود، فيبقى اف اي بي ملتبلاي باي يا اولاد بي ماينس الاي. بي ماينس الاي اه هتبقى 2 ونيجاتيف 6 و 3 ديفايدد باي الماجنيتود بتاعهم، احسبوه يا اولاد هيطلع 7. اللي عايز يعني يتاكد براحته يتاكد. طب والكيبل اي سي نفس الكلام، الفورس يا دكتور في الكيبل اي سي هتبقى ايكوالز الماجنيتود بتاعها اللي انا للاسف ما اعرفوش مضروب في الاي سي فيكتور ديفايدد باي الاي سي ماجنيتود، فهيبقى ايكوالز الاف اي سي تايمز سي ماينس اللي يا دكتور اه هيبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 6 و 3 ديفايدد باي 7. كده خلصت؟ اه خلصت يا دكتور. دلوقتي كده يا ابني مسالتك جاهزه ان انت تابلاي الايكويشنز اوف ايكوليبريم السته كلهم براحتك، ابدا عادي. طب حضرتك ابدا بمين؟ احسن معادله تبدا بيها دايما يا اولاد يقول لك ابدا خد المومنت حوالين البوينت اللي عندها اكتر انونس.
حضرتك ممكن تقول تاني معلش ايه احسن معادله؟ خد المومنت حوالين البوينت اللي عندها انونز اكتر، اللي هي هنا في مسالتنا دي يا اولادي اللي هي البوينت او اهو. يعني الدكتور بيقول هيبدا بالايكويشنز اوف ايكوليبريم وهيبدا تحديدا ب سيجما المومنتس اباوت الاو ايكوال زيرو. طيب يلا ايه الفورسز يا اولاد من الاربعه اللي عندي هيعمل مومنت اباوت او؟ كلهم يا دكتور ما عدا بس الار او بس. معقوله؟ اه طبعا يعني الويت هيعمل مومنت اكيد طبعا هيعمل مومنت اباوت او، والاف اي بي والاف اي سي. الوحيد بس يا اولاد اللي ملوش مومنت اباوت الاو اللي هي الرياكشن ات او بمركباتها الثلاثه اللي هي الاو اكس والاو واي والاو زد. طب هتشتغلوا هنا المومنت بطريقه الفورس في الديستانس؟ لا طبعا، لا طبعا. حضرتك مالك بتقولها بثقه كده ليه؟ ما انت هنا حبيبي في السبيس لو حاولت تجيب البربنديكولار ديستانس ما بين كل فورس والبوينت او مش هتخلص. امال ايه يا دكتور؟ لا هشتغل بطريقه الكروس برودكت. طيب يلا اهو حضرتك بتحسب مومنت اباوت او. والله يبقى لازم في كل مره هتبدا بالاو. حاضر هبدا بالاو. انا مثلا بتكلم يا اولاد على الويت، الويت خلاص يبقى هروح للبوينت اللي على الويت اللي هي الاي، يبقى او اي كروس الويت بلس. هتكلم يا اولاد عن المومنت بتاع الاف اي بي، هبدا باو وبعدين براحتك يا تروح للاي يا للبي. الاثنين صح يا دكتور؟ اه. طب خلاص سهل على نفسك يا دكتور، يبقى او اي كروس الفورس اف اي بي بلس. يلا يا اولاد عايز المومنت بتاع الاف اي سي. دكتور ابدا باو. حاضر هبدا دايما. اه طول ما انت بتجيب مومنت اباوت او ابدا باو وبعدين براحتك يا تروح للاي يا تروح للسي. خلاص يا دكتور انا هروح برضو للاي، يبقى او اي كروس الاف اي سي. كل الكلام ده يا اولاد ايكوال زيرو في الاخر. طب تمام هنا كده معاك كام ديتيرمنت؟ ثلاثة دكتور. هيبقى معايا 3 ديتيرمنتس اهو، الاولاني هيبقى اي وجي وكي. انا بتكلم على ده يا اولادها. الصف الثاني هيبقى اي ماينس الاو بس، خلاص هيبقى 0 6 و0. الصف الثالث الكومبوننتس بتاعت الويت يا دكتور اللي هي 0 0 ونيجاتيف 75 بلس. يلا يا اولاد المحدد الثاني او الديتيرمنت الثاني اللي هو الاو اي كروس الاف اي بي. يلا على خيره الله. الصف الاولاني اي جي كي، الصف الثاني برضو يا دكتور او اي هيبقى 0 6 و0. الصف الثالث هيبقى اف اي بي اللي هي كام يا اولاد؟ 2 ونيجاتيف 6 و3. وخد بره كومن فاكتور من حقك الاف اي بي ديفايدد باي 7. ايه ده يا دكتور هو ينفع؟ اه طبعا من حقك تاخد كومن فاكتور من اي صف او من اي عمود براحتك. طب نفس الكلام الديتيرمنت نمبر 3 برضه هيبقى اي وجي وكي وبرضه او اي برضه يا دكتور. اه هيبقى 0 6 و0 وبعدين هنا هيبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 6 و3 وبره الاف اي سي ديفايد باي 7 والكل ايكوال 0. تخيلوا يا اولاد تخيلوا المعادله دي اللي هي اسمها سيجما المومنتس اباوت الاو ايكوال 0 هي تبدو لك انها ايكويشن واحده، لكن هي في حقيقه الامر يا اولاد اقدر اطلع منها ثلاث معادلات بجد يا دوب. اه والله اللي هم مين بقى؟ سيجما المومنتس اباوت الاكس اكسس ايكوال 0 وسيجما المومنتس اباوت الواي وسيجما المومنتس اباوت الزد. ازاي يعني يا دكتور؟ يعني حضرتك امسك الثلاث محددات يا اولاد وفكهم في الاي كاب بس وارجع كرر الكلام في الجي وارجع كرر الكلام في الكي. طيب يعني هنا لو قلت ايه؟ اقفل يا ابني المايك اللي فاتح المايك ده. يلا هقول هنا مثلا يا اولاد اول ايكويشن اللي هي ايه؟ سيجما المومنتس اباوت الاكس اكسس ايكوال 0. حضرتك هتعمل ايه يا دكتور دلوقتي؟ هفك المحددات الثلاثه لكن في الاي يا اولاد اهو. يلا الاولاني في الاي هكنسل صف وعمود، ده في ده ماينس ده في ده هيطلع يا اولاد نيجاتيف 450 اللي هي 6 في 75 بس بالنيجاتيف. طب والثاني يا دكتور برضو في الاي هيبقى ده في ده ماينس ده في ده فتبقى بلس 18 ملتبلايد بره اف اي بي اوفر 7. طب والمحدد الثالث نفس الكلام هيبقى بلس برضو 18 ملتبلايد بره اف اي سي اوفر 7. خلاص يا دكتور دي ايكوال 0 وتبقى دي اول ايكويشن معانا. طب ارجع يا دكتور كرر نفس الكلام ده مره مع الجي ومره مع الكي. يلا هيبقى ايه؟ سيجما المومنتس اباوت الواي ايكوال 0. هنا يا اولاد هنتفاجئ كلنا انا وانتوا بحاجه لو حد فيكم عنده تفسير ليها يقول لنا
اللي هي ايه بقى؟ يلا يا ولاد، في الجي اول محدد هيدي زيرو، طب تاني محدد يا دكتور في الجي كنسل صف وعمود يا ابني، ده زيرو، يا نهار ابيض. تالت محدد برضه يا دكتور في الجي هيدي زيرو، كل الكلام ايكوال زيرو. ايه ده يا دكتور، ده المعادله دي طلعت اوانطه. ليه يا اولاد؟ ليه سيجما اباوت الواي اكسس كان ايكوال زيرو؟ لان لو لا 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 مش كده، هو ان ايكوليبريم يا حبيبي، هو مش بيعمل روتيت. لا، لان لو انتوا بصيتوا يا اولاد في شكل المساله، ما اعرفش هيظهر لكم اهو، هتلاقي all of the acting forces in the problem intersect الواي اكسس. حضرتك ممكن تعيد تاني، all of the acting forces in the problem intersect the y axis. فعلا، وحضرتك كنت قلت لنا قبل كده ان لو في فورس بتنترسكت اي اكسس او بارلل ليه، المومنت بتاعها اباوت الاكسس بيبقى زيرو. تخيلوا، عارفين ده اللي انا بقول لكم عليه، ده ممكن يجرني لسؤال حلو جدا في الامتحان. ايه هو؟ ان انا مثلا سؤال بدرجه ولا في بدايه مساله زي دي، تخيلوا ممكن اسالك سؤال حلو قوي في ام سي كيو برضه، اقول لك ايه the actual number of equations of equilibrium in this problem is، واجي مديك اختيارات، هل هم 6 ولا 5 ولا 4 ولا 3؟ اقول السؤال تاني عشان تستوعبوه يا اولاد. the actual number of equations of equilibrium in this problem is 6 or 5 or 4 or 3. الاجابه هتبقى 5. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لان يا حبيبي طالما الفورسز كلها بتنترسكت الواي اكسس، فما فيش مومنت اباوت الواي، ففي معادله ملغيه يا دكتور. الاصل هنا هيبقوا 5. وعارفين الطالب الشاطر الناصح عارف هي ممكن يجاوب ازاي؟ يقول لي بقول لك يا دكتور، سيبك من حته بتنترسكت الواي، انا لو عدلت الانونز في المساله هلاقيهم 5، فشور المعادلات 5. طب تعالى كده شوف الدكتور بيتكلم صح ولا لا. عدوا لي يا اولاد النمبر اوف انونز اللي في المساله دي، هيطلعوا فعلا 5، اللي هما مين؟ الـ OX والـ OY والـ OZ ادي كده 3، والـ FAB والـ FAC 2 ادي كده 5. يبقى انت فعلا كنت ممكن تاخد بالك من كده، الـ unknowns هنا 5 يا دكتور، فانا مش محتاج الست معادلات كلهم فعلا. بس يبقى بسبب ان الفورسز كلها بتنترسكت الـ Y، المعادلة يا اولاد سيجما المومنتس اباوت الـ Y للأسف اتكنسلت. طب بنفس المنطق يا اولاد، مين فيكم شاطر يبص على الديتيرمينانتس ويقول لي المعادله بتاعت الزد؟ لو حد فيكم اولاد يقولها لي يبقى كتر خير. سيجما المومنتس اباوت الزد زيرو، في المحدد الاولاني هيبقى زيرو صح؟ طب والديتيرمينانت او المحدد الثاني هيطلع كام؟ سالب 12 صح، ماينس 12 بس 12 اوفر 7 في اف اي في اوفر 7. طب والثالث هيطلع بلس، لا هيطلع بلس 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 12 في اف اي سي اوفر 7. طب وفي الاخر ايكوال زيرو. طب ما انا من هنا دكتور اقدر استنتج حاجه جميله جدا. ايه هي؟ انا لو وديت النيجاتيف 12 اوفر 7 اف اي بي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف وكنسلت ال 12 مع ال 12 وال 7 مع ال 7، هقدر اوصل لنتيجه ممتازه. ايه هي؟ ان الاف اي بي هتطلع ايكوالز الاف اي سي. واضح اصلا من الاول يا اولاد ان المساله كان فيها سيمتري اصلا، فكونهم ان هم يطلعوا ايكوال بعض مش غريبه. طب وبعدين لو سميت الايكويشن دي 2 وقمت قايل كده زي الشاطر قلت ايه بقى؟ اي سبستيتيوت فروم 2 in 1. يعني ايه يا اولاد؟ ارجع عوض بالنتيجه دي اللي انت جبتها في الايكويشن 1 اللي هي النيجاتيف 450 يا اولاد بلس 18 اوفر 7 اف اي بي بلس 18 اوفر 7 اف اي سي. عوض عن الاف اي سي انها اف اي بي، خلاص يا دكتور وضحت. يعني هحولها ل 1 انون، هطلعه اللي هو الاف اي بي، اكني حسبت الاف اي سي برضه. هقدر اطلع يا اولاد اهو، فعلا اهو لما هتحسبه هتطلع الـ FAB تطلع 87.5 باوند اللي هي نفسها يا دكتور الـ FAC. هي كده يا دكتور طلعت التنشن في التو وايرز بالظبط. طب ده حضرتك كمان كنت طالب الرياكشنز ات او بتاعت البولاند سوكت بالظبط.
فاضل لك يا عم 3 unknowns ومعاك كمان 3 equations لسه، اللي هما سيجما اف اوف اكس ايكوال 0، سيجما اف اوف واي ايكوال 0، سيجما اف اوف زد ايكوال 0. يلا يا اولاد اهو، مين شاطر يقولهم؟ لان في الغالب مش هكتبهم. معقول يا دكتور؟ اه والله مش هكتبهم، اكتبهم انت ورايا. يلا يلا يا اولاد، اول ايكويشن سيجما اف اوف اكس ايكوال 0، هقول مين بلس مين بلس مين. بصوا كده يا اولاد على الفور فورسز وجمعوا في الاكس بس، هقولوا ايه؟ اقول لكم انا؟ يلا يا اولاد واكتبوا ورايا، سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 هتقول الرياكشن او اكس في الويت مفيش اكس سيبك منها، طب بلس 2 اوفر 7 اف اي بي ماينس 2 اوفر 7 اف اي سي. طب يا ابني معاك الاف اي بي والاف اي سي؟ اكيد يا دكتور طبعا. خلاص عوض بيهم، هتقدر تطلع الاو اكس. في الغالب يا اولاد الاو اكس هتطلع بزيرو، بس المهم تقدر تحسبها. طب تمام يا دكتور. طب والايكويشن سيجما اف اوف واي ايكوال 0؟ يلا قولوا ورايا يا اولاد، هجمع في الواي، هيبقى الاو واي ماينس 6 اوفر 7 اف اي بي ماينس 6 اوفر 7 اف اي سي. برضه يا دكتور؟ اه عادي، انا بجمع في الواي بس مش اكتر والله يا اولاد. طب معاك الاف اي بي والاف اي سي؟ اه يا دكتور، هتقدر تطلع الرياكشن او واي. طب يلا يا اولاد بنفس المنطق سيجما اف اوف زد. خلاص يا دكتور هكمل بنفس الطريقه، يلا سيجما اف اوف زد ايكوال 0، هجمع هيبقى او زد ماينس 75 بلس 3 اوفر 7 اف اي بي بلس 3 اوفر 7 اف اي سي. بس هتقدر تطلع الرياكشن او زد. مساله انا عندي سؤال بس. اسال يا حبيبي. هو انا ما كانش ينفع قبل ما اعمل الديترمينانت اخد الاو اي كلها كومن فاكتور واعمل ديترمينانت واحد؟ والله يا حبيبي انت صح، ما اختلفتش معاك، بس المشكله ان الباقيين انونز، يعني الاف اي بي والاف اي سي انونز. عارف انت ممكن كنت تاخد كومن فاكتور لو بقيت الفورسز ارقام، كنت ساعتها هتعمل لهم اد، فاهم حاجه؟ ايوه. لكن طبعا المشكله ان الاف اي بي والاف اي سي انونز، فانت لما هتجمعهم هتلاقيهم مكلكعين الديترمينانت. يبقى انا احسن لي اشتغل ب 3 ديترمينانت سهلين ولا 1 ديترمينانت مكلكع؟ يعني هنا لما تاخد الاو اي كومن فاكتور ما انت مش ميزه، ما استفدتش بحاجه. ايوه فاهم. طب ايه رايكم يا اولاد لو جبت لكم نفس المساله دي في امتحان؟ هي نفس المساله بنفس الرسمه بنفس الريكوايرد كمان، تخيلوا، بس قمت مزود معلومه. ايه هي؟ على ان اسيوم يا اولاد اهو، ريسولف ذا بروبلم باي اسيومينج باي اسيوم ان الويت اوف ذا رود، الويت اوف ذا رود از 100 باوند. نعم يا دكتور، ان الرود ده يا اولاد مش خفيف. لا، ده ليه ويت، ليه ويت ويساوي 100 باوند. ايه رايك يا اولاد في الحاله دي؟ ايه اللي ممكن يتغير في المساله من اولها خالص؟ سيجما زد. لا يا معلم، ده انت بتتكلم من الاول خالص، من اول احداثيات النقط. اه في الحاله، لا انا اسف، ثواني استنوا، ده انا كمان غلط. ده من اول يا دكتور الفري بادي دايجرام، حضرتك هنا هتيجي عند السنتر بوينت بتاعت الرود ولتكن اسمها جي، هتحط هنا ويت جديد هسميه مثلا يا اولاد دبليو داش، هيبقى ايكوالز 100. ادي اول اختلاف. طب ايه الجديد يا دكتور تاني؟ انك لازم تجيب الكوردينتس بتاعت الجي، هتبقى كام؟ هتبقى 0 و 3 و 0. طب ايه كمان يا دكتور؟ وانت بتكتب يا حبيبي الفورسز في الفيكتور فورم، هيبقى الدبليو داش از فيكتور هتبقى 0 في الاي بلس 0 في الجي ونيجاتيف 100 في الكي. ايه الاختلاف الثاني؟ لما تيجي تاخد المومنت اباوت الاو. نعم يا دكتور. اه والله لازم هتزود هنا تيرم يا اولاد، هيبقى ايه بقى؟ اهو معلش يا اولاد هزودها فوق كده اهي، هيبقى هنا بلس ايه؟ هيبقى بلس او اي او اي كروس الويت الجديد اللي هو الدبليو داش. يعني حضرتك هيبقى عندك فور ديتيرمينانتس. اه في حاجه غلط انا كتبتها هنا، حد يقدر يلقطها لي؟ هي مش مفروض او جي؟ جدع يا بنتي ما شاء الله عليكي، جدع هايله. هتبقى او جي كروس الويت الجديد. تمام يا اولاد. اخر حاجه بقى اللي زميلكم قال عليها من شويه هتظهر لما تيجي تقول سيجما اف اوف زد. اه صح، في سيجما اف اوف زد النيجاتيف 100 اللي حضرتك اضفتها يا دكتور هتظهر. اه طبعا هتظهر، بس ايه
توجود الويت ده يا اولاد هيغير لك المساله من اولها، من اول الفري بادي دايجرام لازم تظهر فيه، من اول لازم تجيب الكوردينتس بتاعت البوينت بتاعتها اللي هي جي. الفورس الجديده دي يا دكتور هتظهر في المومنت اباوت الاو، ايوه هتبقى او جي كروس الويت الجديد اللي هو الدبليو داش، وهكذا. خلاص فتيك كير من دي، مساله هي سهله سهله، انا بس ممكن ازود لك فيها حاجه صغيره هتغير لك المساله من اولها لاخرها. اي سؤال يا اولاد في المساله دي؟ لو في حاجه مش واضحه اساله. المستر طلع فجأة رجع. يلا أولاد يلا يا دكتور، اكزامبل جديد اهو. الصوت يا اولاد الصوت وصل لكم كويس؟ سامعيني كويس يا اولاد ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. في المساله دي يا اولاد بيقول لي ايه؟ ايونيفورم رود اي بي، ايونيفورم رود اي بي اوف ويت 200 نيوتن. طب الرود ده يا اولاد سبورتد تو بي ان ايكوليبريم، يعني انا هثبته اولاد في حاله اتزان بايه بقى؟ بايه؟ ببول اند سوكت سبورت، بول اند سوكت سبورت ات اي، ات اي اند تو كيبلز، اند تو كيبلز اللي هم البي اي، البي اي والبي دي. فايند ان ذا ايكوليبريم بوزيشن، فايند ان ذا ايكوليبريم بوزيشن ذا تنشن ان ذا تو كيبلز، ذا تنشن ان ذا تو كيبلز اللي هم البي اي والبي دي اند ذا رياكشنز of the pole and the socket support at A. طيب يا دكتور تمام جدا. يلا اول خطوه في الحل drawing the free body diagram. اهو ايه اللي حضرتك رسمته في الفري body diagram؟ رسمت تو tensions يا اولاد اللي هو التنشن تي اي والتنشن تي دي، وجيت عند ايه يا اولاد؟ رسمت الاي اكس والاي واي والاي زد اللي هم الرياكشنز بتوع البولاند سوكت، الرياكشنز بتوع البولاند سوكت، والويت كده كده الويت موجود في النص. طيب خلاص تعالوا بقى يا اولاد نحل المساله بالتفصيل، معلش يعني عشان بس ايه تتابعوا معايا. يعني يلا اولاد هنبتدي خطوه خطوه اهو. يا دكتور ده اهي المساله قدامكم يا اولاد، وادي ادي الاكس اكسس، وادي الواي اكسس، وادي كده اهو اهو الزد اكسس. يلا حضرتك بعد ما رسمت الفري بادي دايجرام اهو، هسمي يا اولاد التنشن ده، هو سماه ايه؟ تي اي، وسمى التنشن ده هو تي دي. هاي يا دكتور، وهنا في 3 رياكشنز، ادي الاي اكس وادي كده الاي واي، وادي يا دكتور في الاتجاه ده كده الاي زد. الخطوه الاولى يا اولاد الكوردينتس بتاعه البوينتس، عايز ايه يا دكتور؟ عايز حد يقول لي الكوردينتس بتاعه البوينتس. مين شاطر يقول لي الكوردينتس بتاعه الاي والبي كام وكام؟ بوينت ايه 0 0 0 ثانيه لا مش 2 0 0. يا نهار اسود 002 يا بنتي اصبري، انا لسه بتكلم على الاي بس، الاي هتبقى 002. طب والبي هتبقى 1 1 و 2 0. طب مين شاطر يقول لي الكوردينتس بتاعت البوينت سي اللي هي الميد بوينت يا اولاد، اللي هي النقطة اللي بتتوسط الخط اي بي، اجيبها ازاي دي؟
هاف و 1 و 1. برافو عليك جدع. يقول لك دايما يا اولاد لما يبقى عندك نقطه في النص بين نقطتين هات الكووردينتس بتاعتها على انها الافرج ما بين اللي هم التو اند بوينتس. يعني ايه؟ اجمع اكس بلس اكس على 2 وواي بلس واي على 2 وزد بلس زد على 2. يعني الكووردينتس بتاعت السي هتبقى كام يا اولاد؟ 0 بلس 1 على 2 هتطلع 0.5. طب وبعدين 0 بلس 2 في الواي يا اولاد؟ 0 بلس 2 على 2 هتطلع 1، و2 بلس 0 على 2 برضه هتبقى 1. يبقى الكووردينتس بتاعت السي هتطلع 0.5 و1 1. طب الخطوه اللي بعد كده يا اولاد يقول لك رايت رايت اول اوف ذا فورسز ان ذا فيكتور 4. حاضر يا دكتور اهو الار اي، الار اي هتبقى اي اكس اي بلس اي واي جي بلس اي زد كي. صحيح استنوا يا اولاد استنوا، صحيح ايه ده؟ انا بعتذر لكم يا اولاد معلش، انا نسيت اجيب الكووردينتس بتاعت النقطتين اي ودي. مين شاطر يقول لي الكووردينتس بتاعت الدي كام والكووردينتس بتاعت الاي؟ عايزين يا اولاد الكووردينتس بتاعت الاي والدي. هي الدي هتبقى 1 1.5. انا بتكلم على البوينت دي 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 ديت دي الكووردينتس بتاعت البوينت دي. خلينا نشوف السؤال تاني. ايه؟ خلينا نرجع للسؤال عشان نشوف اي تفاصيل ممكن نكون نسيناها. لا يا حبيبي مفيش تفاصيل نسيناها ولا حاجه. المفروض تردوا عليا وتقولوا لي يا دكتور انت بتضحك علينا، التو بوينتس دول ما لهمش لازمه. ليه يا حبيبي ليه؟ هو انت بتدور على الكووردينتس ليه؟ عشان اكتب الفورس اللي على خط عملها في الفيكتور فورم. انا هنا اوريدي مش محتاج الكووردينتس. ليه يا اولاد؟ ليه؟ لان يا دكتور الكيبل اللي هو البي اي دايركتد الونج الاكس اكسس. فببساطه شديده اهو يا دكتور وانا سايب ايديا اهو اهو التنشن تي اي يا دكتور اهو از ا فيكتور هيبقى عباره عن تي اي في الاي من غير كووردينتس ولا حاجه بلس 0 جي بلس 0 كي. بس كده بنفس المنطق يا اولاد التي دي مش محتاج الكووردينتس بتاعت البوينت دي يا دكتور. ليه؟ لان هو اوريدي دايركتد بارلل للواي. بس كده. فلو حبيت تكتبه كفيكتور هيبقى 0 في الاي بلس التي دي جي بلس 0 كي. خلاص. فانا لما قلت لك هات لي الكووردينتس بتاعت الدي والاي انا كنت بضحك عليك، انا مش محتاجهم. قولي ليه ما فيش رياكشن عند البي يا بنتي؟ ما فيش رياكشن، ما فيش حاجه اصلا موجوده عند البي. انا كل ما هنالك ان انا رابط حبلين ما عملتش اي سبورت عند البوينت بي. عند البوينت بي ما فيش اي سبورت. انا كل ما هنالك ربطته في الهواء بتو كيبلز بس. فانا باخد عند البي الافكت اوف ذا تو كيبلز بس. هل قلت لك ان هو عند بي ساند على ارض؟ طب نوع الارض دي سموز ولا رف؟ خالص ما جبت سيره الكلام ده خالص. طيب هو لو ساند على الارض هيبقى فيه 3 رياكشنز؟ لا، على حسب. الارض دي لو سموز هيبقى اونلي 1 رياكشن، لو رف هيبقوا 3 رياكشنز. يعني ساعتها لو لازم يقول لك ان هو ساند على الارض ونوع الارض دي ايه، سموز ولا رف. تمام. طيب يا اولاد اخر حاجه بقى الويت. الويت ماله يا دكتور؟ الويت هيبقى 0 في الاي و0 في الجي ونيجاتيف 200 في الكي. بس خلاص. بس خلاص ايه يا دكتور؟ خلصت كده اللي هي الستبس الاساسيه في حل المساله. يعني اللي هي اولاد المين ستبس بتاعت المساله خلاص خلصت. طيب ابدا بعد كده ايه؟ ابدا اطبق الايكويشنز اوف ايكوليبريم. ابدا بيها يا دكتور حبيبي؟ ابدا بسيجما المومنتس، سيجما المومنتس اباوت البوينت اللي حواليها انونز اكتر. في رايكم يا اولاد في المساله دي لو بصيتوا عليها كده اهي، ارفع اوديها لكم تاني، اكتر انونز موجوده عند الاي ولا عند البي؟ عند الاي. عند الاي. برافو عليك، برافو عليك يا ابني، صح. يبقى احسن حاجه يا دكتور تاخد سيجما المومنتس اباوت الاي فعلا. سيجما المومنتس يا دكتور هتكون اباوت الاي ايكوال 0. طيب ماشي. يلا يا اولاد عايز حد يكتب لي الكروس برودكت بتاع المومنت بتاع التي اي. يلا هبدا بايه وبعدين اروح لمين؟ للبوينت، البوينت اللي على التنشن تي اي. والله عندك نقطتين، في عندك البي والاي. لا طبعا اسهل يا دكتور اروح للبي. يبقى ايه؟ بي كروس التي اي بلس
التنشن يا اولاد تي دي اهو كروس التي دي. اكيد يا دكتور هبدا بالاي واروح لمين؟ اروح للبوينت اللي على التنشن تي دي. ما انت عندك الدي وعندك البي، لا برضو البي اسهل. بلس الويت هبدا بايه واروح لمين بقى؟ اروح للبوينت اللي على الويت اللي هي السي يا اولاد سي. يبقى ايه سي كروس الويت ايكوال زيرو. في هنا كام ديترمينانت؟ 1 2 3. يلا الاولاني يا اولاد اي وجي وكي. يلا اولاد الصف الثاني بي ماينس الاي. بي ماينس الاي في حد فيكم اولاد مسجل الارقام يقولها لنا بدل ما اطلع لفوق؟ 1 و2 ونيجاتيف 2. الله الله يفتح عليك يا ابني. 1 و2 ونيجاتيف 2. طب والصف الثالث التي اي يا اولاد الكومبوننتس بتاعت التي اي اللي هي هتبقى كام؟ هتبقى تي اي يا دكتور في الاكس وزيرو في الواي وزيرو في الزد بلس اي وجي وكي يا دكتور. تمام. وبعدين البي ماينس الاي هي هي 1 و2 ونيجاتيف 2. طب والصف الثالث احط الكومبوننتس بتاعت التي دي اللي هي زيرو وتي دي وزيرو بلس الديتيرمنت يا اولاد بتاع الويت اي وجي وكي. مين شاطر يا اولاد يقول لي السي ماينس الاي هتدي كام؟ اللي مسجل الارقام سي ماينس الاي طبعا هو بيفضل يا اولاد دايما هاف 1 وماينس 1. كام هتبقى هاف وكام؟ 1 وماينس 1. الله يفتح عليك يا بنتي. يعني يفضل دايما يا اولاد في المحاضرات الاونلاين ان انت بتبقى كانك زي المحاضره. يفضل طبعا تبقى انت برضو معاك ورقه وقلم وبتسجل ورا الدكتور حتى ولو كده كده السلايدز بتنزل لك بس اكتب المحاضره. بتبقى انت قاعد كده اكتف ومعاك كالكوليتر وبتقعد تحل انت ممكن تسبق الدكتور وتطلع ارقام. تمام. طب والصف الثالث يا اولاد الصف الثالث يا دكتور هيبقى الويت نفسه اللي هو 0 و0 ونيجاتيف 200. طب خلاص الكل ده يا دكتور في الاخر ايكوال ايه؟ ايكوال 0. طب هايل اكمل ازاي بقى؟ يلا اطلع من هنا ثلاث معادلات يا اولاد. اول معادله اقول سيجما المومنتس اباوت الاكس ايكوال 0. يعني بنعمل ايه؟ حضرتك فك الثلاث محددات كلهم ال 3 ديتيرمينانتس بس في الاكس في الاي. يلا الاولاني هيدي 0. طب والثاني هيدي 0 ماينس ماينس هيبقى بلس 2 تي دي. طب والثالث يا اولاد هيبقى نيجاتيف 200. كل الكلام ده ايكوال 0. من هنا يا دكتور لو حليت هقدر اطلع التنشن تي دي هيطلع 200 على 2 هتطلع ب 100 يا اولاد نيوتن. ادي اول انون. طب يلا المعادله الثانيه يا اولاد سيجما المومنتس اباوت الواي ايكوال 0. هتفك الديتيرمينانتس كلها لكن في الجي. طب يا دكتور حسين ده في الجي في نيجاتيف في نيجاتيف بضرب فيها. اه ماشي خدها في اعتبارك. طبعا في طلبه شاطره هتقول لي يا دكتور ما هي مش فارقه ما هي الايكويشن في الاخر بزيرو. بص امشي زي ما انت متعود ان الجي دايما بضرب في نيجاتيف اهو. فهتطلع يا اولاد بقى في الجي هتطلع نيجاتيف نيجاتيف تي اي. جدعه برافو عليك. وفي الثاني هيبقى زيرو وفي الثالث هتطلع بوزيتيف بوزيتيف 100 اللي هي يا اولاد نيجاتيف 200 في 0.5 هتطلع في الاخر نيجاتيف 100 بس في نيجاتيف بره هتحولها لبوزيتيف. طب كل ده دكتور ايكوال 0. يعني معنى كده حضرتك لو حليت المعادله دي اه هتطلع التي اي هتطلع يا اولاد ب 50 نيوتن. طب المعادله الثالثه ملهاش لازمه. نعم يا دكتور سيجما المومنتس اباوت زد. والله ما ليها لازمه. ليه؟ ما انا التو انونز يا اولاد بتوعي طلعتهم خلاص. انت فاهم المعادله الثالثه عارفين بس هيبقى دورها ايه يا اولاد؟ دورها ايه؟ دورها يا دكتور انها بس هتاكد لك ارقامك ان انت صح. طب تعال نجرب اهو سيجما المومنتس اباوت الزد ايكوال 0. تعال نشوف كلام الدكتور اهو. يلا هيبقى الاولاني يا اولاد هيدي ايه؟ 1 في 0 في 0 ماينس هيبقى ماينس 2 في تي اي. طب والثاني هتبقى بلس تي دي والثالث هيدي 0. طب كل الكلام ده بصفر. هتلاقي اولاد المعادله متحققه فعلا صح. ما هو التي اي طالع ب 50 يبقى نيجاتيف 2 تايمز 50 بنيجاتيف 100 بلس التي دي اللي هو اوريدي بوزيتيف 100 خلاص اوكي
اكيد ده بلس ده هيدي زيرو يا دكتور، يبقى هي المعادله اتحققت فعلا. خلاص. طب وبعدين بقى الثلاث معادلات اللي فاضلين يا اولادي اللي انا ما بحبش اكتبهم، حد فيكم يقولهم لنا يا اولاد، يريحنا ويقولهم لنا. يلا عايز حد يقول لي الايكويشن سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو؟ هيبقى ايه؟ AX. هيبقى الرياكشن ايه؟ الرياكشن اي اكس بلس دي والتاني بس بلس تي ايكوال زيرو بس. خلاص. طب انت لسه حاسب التي اي يا ابني؟ اه يا دكتور حسبتها، هقدر اطلع الرياكشن اي اكس كده معناها ان هي وبعدين الناحيه الثانيه صح. اه طب الاي واي سيجما اف اوف واي هيبقى اي واي بلس تي دي بلس تي دي ايكوال زيرو. خلاص يا دكتور، يبقى الاي واي هتطلع بنيجاتيف تي دي. ماشي. طب وسيجما اف اوف زد ايكوال زيرو هيبقى الاي زد اللي فاتح المايك يا ابني. في حد عنده؟ في حد عنده؟ في حد عمل ميوت للدكتور؟ تمام يا اولاد، متشكرين. انتوا يعني مين اللي يعني حد بيعمل لنا ميوت؟ يعني ماشي ماشي حاضر. اوكي يا اولاد. خلاص يا دكتور، الثلاث معادلات اللي هم اللي في الاخر بتوع سيجما اف اوف اكس سيجما اف اوف واي سيستماتيك جدا يا اولاد، ما فهمش اي حاجه يعني. بجمع مره في الاكس ومره في الواي ومره في الزد، هقدر يا دكتور اطلع الرياكشنز بتوع البولاند سوكت عند ايه. على فكره انا ممكن في الامتحان بدل ما اساله بدل ما اسالك يا ابني على الرياكشنز عند او على انهم ثلاث اسئله بثلاث درجات، لا كفايه سؤال واحد. ازاي يعني يا دكتور؟ يعني ممكن اطلب منك الريزلتنت رياكشن ات ايه. نعم يا دكتور. اه والله ده سؤال اهو. طب في الحاله دي هتعمل ايه؟ انت هتحل انت عندك في الورق عادي، هتطلع الاي اكس لوحدها والاي واي لوحدها والاي زد، وبعدين في الاخر هتعمل لهم سكوير روت للاي اكس سكويرد بلس الاي واي سكويرد بلس الاي زد سكويرد. فاهمين حاجه يا اولاد؟ يعني الرياكشنز عند الاي بدل ما فكها على ثلاث اسئله، لا ممكن احطها لك على سؤال واحد يعني. بس اي سؤال هنا يا اولاد في المساله دي؟ لا تمام. سؤال يا دكتور بس هو احنا ليه ما عملناش رياكشنز في الكولر؟ فين الكولر؟ ايه الكولر دي؟ ليه عند السي؟ ما قالكش ان في كولر عند سي، انا ما قلتش ان في كولر. وبعدين دي الكولر دي يعني عارف انت اللي هو ايه؟ هو بس رابط فيها حبل بيشد بيه، لكن دي مش كولر يا حبيبي، والله دي ما كولر، دي نوت كولر، نوت كولر. هو كان كاتب كولر في السؤال يا حبيبي، بس مش متوصله بحاجه، مش متوصله ببادي، مش متوصله بحاجه. تمام. طب يلا اولاد البروبلم دي بقى من عندنا اهي، يلا تعالوا نحلها مع بعض. شبه المساله اللي فاتت بس مع تغيير السبورتس اهي. دكتور هو مفيش صوت خالص. ما انا ما بتكلمش. انا بس. دكتور معلش، وانا لما بحسب سيجما فورسز اوف زد بحسب الوقت معايا؟ طبعا. يلا اولاد. يا دكتور المسألة دي بيقول لي ايونيفورم رود، ايونيفورم رود، يونيفورم رود اي بي اوف ويت 600 نيوتن.
uniform rod AB of weight 600 newton is supported to be in equilibrium by using a rough surface at B, a rough surface at B, and the two smooth walls at A. يعني يا اولاد انت حاطط سلم راجل ساند على سلم ساند على الارض تحت على رف سيرفيس وعندي ايه يا اولاد عندي ايه هو ساند على الكورنر ما بين تو سموز وولز اللي هم في الاكس واي بلين اسف الاكس زد بلين والواي زد بلين عايز ايه بقى بيقول لي فايند ذا رياكشنز ات اي ام بي فايند ذا رياكشنز ات اي ام بي مساله عاديه يا دكتور عادي جدا هبدا بايه هرسم الفري بادي دياجرام اوف ذا بروبلم عادي خالص اهو اول حاجه هرسمها هاجي يا دكتور على السنتر اوف ذا رود اللي هي البوينت جي واحط الويت اللي هو اللي قال لي عليه اللي هو 600 نيوتن وايه كمان عندي ايه يا دكتور انت بتقول لي تو سموز وولز خلاص هاخد الايفكت بتاعت كل سموز وول لوحدها يعني هنا هيبقى في رياكشن كده هسميه مثلا اي اكس ده جاي لك منين يا ابني جاي لي من الحيطه يا دكتور اللي هي الواي زد بلين طيب وساند كمان برضو في نفس الوقت على الاكس زد بلين هيبقى في رياكشن تاني اهو اللي هو الاي واي طب عندي بي حضرتك قلت ده رف سيرفيس في السبيس يبقى احط له 3 رياكشنز بي اكس وبي واي وبي زد طب الخطوه اللي بعد كده تعالوا نجيب الكوردينتس يا اولاد بتاعه البوينتس يلا مين يقول لي الكوردينتس بتاعه الايه في المساله دي كام وكام وكام بصوا كويس كده 002 والبي 360 طب والجي 1.5 و3 و1 جدع 1.5 و3 و1 جدع يا ابني الله يخليكم يا ولاد بس عشان ما اقعدش ارجع كل شويه ها سجلوا الحاجات دي قدامكم ها طب الخطوه اللي بعد كده حضرتك اكتب الفورسز كلها في الفيكتور 4 حاضر اهو الويت هيبقى 0 في الاي بلس 0 جي نيجاتيف 600 كي طيب الرياكشن ات اي هيبقى اي اكس في الاي بلس اي واي جي بلس 0 في الكي مفيش حاجه في الكي طب والرياكشن ات بي يا دكتور مش زياده ولا دي ايه قولي كده جي مالها دي بوينت نزيهالي ولا دي الويت ولا انت اللي هتستنتجيها انت اللي لازم تستنتجيها لوحدك لان هي البوينت اوف ابلكيشن اوف ذا ويت مش انا قلت لك في الاول ان هو يونيفورم رود يعني ايه كلمه يونيفورم رود يعني الويت بتاعه بيأثر في الميد بوينت اوكي تمام الار بي يا اولاد هتبقى ايه هتبقى يا دكتور بي اكس في الاي بلس بي واي جي بلس بي زد كي تمام كده يا اولاد خلاص يا دكتور كده المساله جاهزه ان انت تبدا الايكويشنز اوف ايكوليبريم عادي خالص طب ايه رايكم احسن ايكويشن ابدا بيها ايه لا دكتور احسن ايكويشن خد سيجما المومنتس اباوت البي اهو هقول ايه سيجما المومنتس اباوت البي ايكوال 0 يلا يا اولاد مين اللي هيعمل مومنت الويت والار اي بس حاضر يبقى في حاجه هنا يا اولاد كروس الار اي بلس في فيكتور كروس الويت بس كده ايكوال 0 مين شاطر يقول لي ايه الفيكتور اللي هنا وايه الفيكتور اللي هنا اظن بعد كل اللي شرحناه مع بعض ده يا اولاد المفروض تقولوا بقى بصراحه هيبقى او جي في دبليو او جي صح او جي لا بي جي بي بي هيبقى بي جي لا هنا انت بتتكلم على الار اي يبقى هتتكلم بي اي في الار اي وهنا هتبقى بي جي طب خلاص هنا عندي تو ديتيرمينانتس بس يا دكتور هيبقى اي وجي وكي الصف الثالث هيبقى اي اكس اي واي وزيرو الصف الثاني بقى يا اولاد هيبقى اي ماينس البي مش عايز اطلع فوق قولوا لي انتوا الاي ماينس البي هتدي كام وكام وكام يا اولاد 3 و6 ونيجاتيف 2 3 و6 ونيجاتيف 2 اوكي الاي ماينس البي الايه ماينس البي لا ماينس ماينس العلامات يا دكتور اهو يبقى ماينس ودي بلس صح كده تمام كده مظبوط طيب بلس الديتيرمينانت الثاني هيبقى اي وجي وكي
يلا اولاد، جي ماينس البي هتدي كام؟ جي ماينس البي طب سالب واحد ونص، سالب واحد ونص ماينس 3 ماينس 3 ها one. وكام 1 طيب والصف الثالث الويت نفسه هيبقى 0 0 نيجاتيف 600. خلاص يا دكتور المساله كده بقت سهله خلاص ما فيهاش مشكله اعتقد. هبتدي افك يا اولاد في الاي وفي الجي وفي الكي. يلا سيجما المومنتس يا دكتور في الاكس اهو، هفك التو ديتيرمينانتس لكن في الاي هيطلع هنا يا اولاد كام؟ 0 ماينس 2 اي واي ماينس 2 اي واي. هو قول. هو مش بي جي جي ماينس ايه؟ هتبقى جي ماينس الجي ماينس البي قصدي صح؟ صح انا اتلخبطت معلش. طب يلا يا اولاد في الاي برضو في الاي المحدد الثاني هيبقى كام؟ نيجاتيف 3 في نيجاتيف 600 هتبقى بلس 1800. كل الكلام ده ايكوال 0 دي سهله خالص يا دكتور، هطلع الاي واي ب 900 الاي واي هتطلع ب 900 نيوتن. طب يلا يا دكتور المعادله الثانيه سيجما المومنتس اباوت الواي ايكوال 0. يلا يا اولاد المحدد الاولاني هيطلع 2ax هيطلع 2ax مش نيجاتيف على فكره يا اولاد. طب والمحدد الثاني يا دكتور هيطلع ماينس ماينس ال 600 في 1 ونص يا اولاد اللي هي 900 ايكوال 0. يعني من هنا يا دكتور هتطلع الاي اكس بكام؟ هتطلع ب 450 نيوتن. طب المعادله الثالثه ولا ليها لازمه؟ حضرتك بتهرج يا دكتور. لا والله ما لهاش لازمه خلاص، ما انا كنت داخل اصلا المعادله دي يا اولاد بتو انونز انا جبتهم. عايز تجيب المعادله الثالثه في تشيك على ارقامك براحتك، يعني لو انت عايز تشيك على ارقامك براحتك. السؤال واحد بس في ام في السميشن ام واي مش نيجاتيف 1.5 في نيجاتيف 600 يطلع بوزيتيف 900؟ يا حبيبي انت بتتكلم على جي كومبوننت، الجي كومبوننت دايما معاها نيجاتيف بره يا حبيبي، الجي كومبوننت دايما معاها نيجاتيف بره، فاللي انت قلته ده صح 100% بس زود عليه النيجاتيف اللي مع الجي كاب اهي اللي بتبقى موجوده دايما في الديتيرمينانت، معرفش ليه بتنسوها. فده في ده هيدي بوزيتيف، مع النيجاتيف اللي بره يبقى نيجاتيف. فاهم حاجه من اللي بقولها لك؟ دكتور معلش بس هو غلط ان انا شغال في السيجما مومنتس كده، اتعامل ان الاي اكس دي الفورس لوحدها والاي واي فورس لوحدها. يعني ايه الاي اكس؟ يعني بدل ما احطهم في ديتيرمنت واحد كده اجيب الاي اكس لوحدها في الارم. براحتك اوكي براحتك، ولا هتفرق معايا هتفرق ايه يعني؟ انا جمعتهم هما الاثنين على اعتبار ان هما ات ذا سيم بوينت. طب ما بنفس المنطق بتاعك ده، طب ما ايه رايك كمان ما نخلي البي اكس هي كمان فورس لوحدها والبي واي فورس لوحدها والبي زد فورس لوحدها، وبدل ما عملنا تو ديتيرمنتس نعمل 50 ديتيرمنت، ايه رايك؟ هتمشي صح؟ يعني انا بتكلم بس صح لو فصصتها. ما هي صح بس هو السؤال ليه؟ السؤال دي ليه؟ هو طالما ات ذا سيم بوينت ما تخلص ما تسميهم كلهم رياكشن ات ايه او رياكشن ات بي وتخلص. تمام صح. طب يلا يا اولاد لو بعد كده بقى انتوا كملوا المساله بقى يا اولاد. اكمل يا دكتور؟ هيبقى فاضل لك ثلاث معادلات، سيجما اف اوف اكس سيجما اف اوف واي سيجما اف اوف زد. في الاكس يا اولاد هيبقى عندك اي اكس بلس البي اكس 0 ايكوال 0 بس. معاك الاي اكس هتطلع البي اكس. سيجما اف اوف واي هيبقى اي واي برضه بلس البي واي ايكوال 0، مفيش حاجه ثانيه. وفي سيجما اف اوف زد هيبقى نيجاتيف 600 بلس البي زد ايكوال 0. هي المساله كلها يا اولاد يعني التريكه اللي كانت فيها حته ان انا اجيب لك جسم ساند على الكورنر ما بين تو سموز وولز. ففي الحاله دي تاخد بالك ان هو هياخد تو نورمال فورسز مش واحده بس. يعني ايه رايكم اولاد لو في نفس المساله دي هي قمت مغير حاجه بس؟ ايه يا دكتور؟ خليته ساند على حيطه عاديه مش على الكورنر، يعني ادي اهو وده كده وده كده اهو، خليته ساند كده يا اولاد، ايه رايكم؟ كان ايه اللي هيتغير في المساله؟ هيبقى عندي رياكشن واحد بس. هيبقى عندي رياكشن واحد بس كده اللي هو الاي واي بس. لو سالتكم اولاد المساله دي وات از ذا ريزلتنت فريكشن فورس ات بي، وات از ذا ريزلتنت فريكشن فورس ات بي،
سكوير روت ال 600 سكوير وال 450 سكوير و 900 سكوير. برافو عليك. اللي هي الريزلتنت فريكشن ات بي ات بي هتبقى سكوير روت يا دكتور للبي اكس سكوير بلس البي واي سكوير. طيب يا اولاد كده الدرس بتاع السبيس خلص. يبقى بس ممكن سؤال اسالي. معلش ممكن لو التو سموث والز دول كانوا رف كان ايه اللي هيتغير؟ بس مش هتزودي حاجه غير ان في رياكشن في الزد بس. يعني هيفضل الاي واي والاي زد الاي واي والاي اكس موجودين لكن هتزودي عليهم اي زد بس. دكتور بعد اذنك وانا لما بجيب الريزلتنت من عند البي ما بستخدمش البي زد بس انا البي واي والبي اكس بس؟ لا لا لو بص حبيبي في فرق في السؤال اسمعوا يا اولاد الفرق. لو انا قلت لك فايند ذا ريزلتنت رياكشن رياكشن ات بي ات بي يبقى ساعتها سكوير روت للبي اكس سكويرد والبي واي سكويرد والبي زد سكويرد. لكن انا سؤالي كان ايه؟ وات ذا ريزلتنت فريكشن فورس ات بي. الفريكشن فورس اللي هي في الارض اللي هي تعتبر ريزلتنت للبي اكس والبي واي لوحدها مش داخل معاها النورمال فورس. فانت ميز السؤال هو الدكتور عايز ايه؟ عايز الريزلتنت رياكشن كله عند بي يبقى ساعتها بتدخل البي زد. لو عايز الريزلتنت فريكشن فورس ات بي يبقى بي اكس وبي واي بس من غير بي زد. طب دكتور هو لو كان في الكورنر وكان في فريكشن لما يجي يقولني اللي هو محصلة الاحتكاك هيبقى الـ AY تربيع والـ AX تربيع والـ AZ تربيع؟ لا الفريكشن هنا يا حبيبي هيبقى في اتجاه الزد بس. لو انت بتتكلم في الكورنر الفريكشن يا حبيبي بقى عكس اتجاه الحركة هيبقى بس ساعتها الـ AZ بس. تمام اوكي يا ولاد. طب عايز اكلمكم بقى على حاجه يا اولاد. خلاص كده الدرس بتاع ال 3 دي تقريبا خلص. اوكي قول يا حبيبي. بعد اذنك هو دلوقتي لما جبنا الرياكشن في المساله اللي فوق عند الكورنر تمام قلنا اي اكس واي واي ليه اعتبرنا الاي زد بصفر؟ لان هو قال لك انها سموز وولز الاثنين سموز وولز فساعتها الحيطه الاولانيه سموز فبتاخد واحد نورمال رياكشن عليها بس. بس فنورمال على الاكس زد يبقى في الواي. طب والحيطه الثانيه في الواي زد النورمال عليها في اتجاه الاكس بس مفيش اي مجال للرياكشنز في اتجاه الزد مفيش فريكشن. تمام. طب يا اولاد بصوا يا اولاد عايز اكلمكم بقى ده فيري امبورتنت بارت. للاسف المحاضره قطعت النور ديت والعطله فيري امبورتنت بارت يا اولاد ان 2 دي ان 2 دي اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي هو فكره الاستراكشرز يا اولاد. الاستراكشرز يعني ايه يا دكتور؟ كلمه الاستراكشرز يا اولاد اللي هو consists of more than one rigid body. يعني ايه يا اولاد؟ لو انا جبت لكم في مساله انا قبل كده في ال 2 دي يا اولاد لما شرحت لكم مسائل كانت بتحتوي على single rigid body واحد بس. طب لو حضرتك جبت لنا مساله دكتور فيها اكتر من ريجيد بادي متوصلين ببعض يعني ريجيد بادي كده متوصل بريجيد بادي تاني متوصل بريجيد بادي تالت اوكي وهكذا. ده ايه ده يا اولاد؟ ده بادي وبادي وبادي دول كده بيكونوا عندنا في الهندسه يا اولاد نسميه ايه ده؟ ده بنسميه ستراكشر. طيب خلاص يبقى الدكتور بيقول ان الاستراكشر هو اللي بيبقى consists of more than one rigid body يعني من اول اتنين وانت طالع. طيب اهو يا اولاد each body in a structure كل جسم يا اولاد في الاستراكشر is called a member. is called ايه يا دكتور؟ a member يعني ايه يا دكتور؟ عضو يعني عضو في الاستراكشر ده. فانت بتقول مثلا ان لو في عندك two bodies مكونين structure فبتقول ان هو consists of two members. لو three bodies يبقى consists of three members. طيب الحاجة الثالثة بقى المهمة the bodies اللي انت دكتور مسميها الممبرز in any structure مالهم يا دكتور؟ يبقوا اولاد classified into two types
اي جسم يا اولاد او اي ريجيد بودي، اي ريجيد بودي في اي استراكشر يا اولاد هم نوعين، اي يعني اي بودي نوعين، يعني الريجيد بودي يا اولاد حاجه من اتنين، يا اما ايه يا اما ايه يا دكتور. نمبر 1 يا اولاد الاولاني بسميه مالتي فورس ممبر، مالتي فورس ممبر اه، واختصار يا اولاد اهو ام اف ام. ده مين يا دكتور؟ ده يا اولاد الممبر، الممبر اللي هو بيبقى هويتش is acted, which is acted by the forces. ايوه يا دكتور كمل. at more than two points. اشتروا مني يا اولاد معلش، يعني هشرح والله. طب والنوع الثاني يا دكتور بتسميه ايه؟ two force member. two force member اختصاره ايه يا اولاد؟ تي اف ام. ده بيبقى ايه يا اولاد؟ ده الممبر اللي هو which is acted by the forces at only two points. والله يا دكتور مش فاهمين حاجه. حضرتك بتقول ايه يا اولاد؟ بص يا اولاد اي مساله بعد كده هجيب لك فيها اكتر من جسم متكونين متجمعين مع بعض، انت تقدر تصنفهم يا اولاد او تسميهم لاحد صنفين يعني او نوعين، اما مالتي فورس ممبر او تو فورس ممبر. حضرتك التصنيف ده بيبقى اكوردنج لايه؟ للنمبر اوف فورسز اللي عليه؟ لا ما قلتش كده، امال ايه؟ النمبر اوف بوينتس اللي فيها الفورسز بتاثر على الممبر ده. لو لقيتوا يا اولاد الممبر او الجسم اكتد باي ذا فورسز يعني متاثر بالفورسز عند نقط اكتر من نقطتين من نقطه يبقى اسمه مالتي فورس ممبر. طب لو لقيناه يا دكتور acted by the forces at only two points عند نقطتين اتنين بس بسميته force member. طب هايل يا دكتور، ممكن تدينا example؟ اه تعال نفس الرسمه اللي كنت راسمها لكم من شويه بس هغير فيها شويه اهو. ادي member يا اولاد connected بmember تاني اهو، اهو كده، وده connected بmember تالت برضه اهو، وده بين connection وده بين connection اللي هو بتاع الاسبوع اللي فات. هسمي ده يا اولاد AB، وده كده بي سي، وده سي دي، واحط هنا اكسترنال لود 100 نيوتن، واحط هنا اكسترنال لود 200 نيوتن. عايز يا دكتور what is the type of each of the three members shown in the figure. يلا يا اولاد ايه نوع الممبر اي بي؟ نوع الممبر يا دكتور اي بي هيبقى تو فورس ممبر. ليه يا دكتور؟ لانه هيبقى acted by the forces at A and B بس. لا دكتور معلش، يعني ايه acted by the forces عند A و B؟ بص يا اولاد طالما الممبر ساند على الارض عند سبورت اسمه ايه، اكيد هيبقى في بينه وبين الارض في اكشن ورياكشن، فاكيد اكيد نتيجه اتصاله بالارض او من خلال السبورت عند ايه اكيد هيتعرض لفورس من الارض شور، فهيبقى acted by the force at A. طب عند نقطه الاتصال بي دي تعتبر نقطه اتصال بين جسمين، اكيد انت رابط ما بينهم يا دكتور بمفصله بقى بمسمار. اكيد يا اولاد اكوردنج لحاجه اسمها نيوتن ذا ثيرد لو، عند اي نقطه اتصال بين جسمين بيبقى في حاجه اسمها يا اولاد اكشن ورياكشن، فكل الجسمين هيبقوا اكتد باي ا فورسز ات بي، فيبقى الممبر اي بي اكتد باي ا فورس ات بي. اه طب يا دكتور هو ليه ويت؟ لو ليه ويت لا كنت هقول لك، ملوش ويت لا، يبقى اكتد باي ذا فورسز ات اي ام بي اونلي، يبقى تصنيفه ايه يا اولاد؟ تو فورس ممبر. طب تعالوا بنفس المنطق الممبر بي سي هيبقى اكتد باي ذا فورسز يا دكتور ات بي اند سي، وفي كمان النقطة اللي في النص اللي هي المية، لا خلاص يبقى ده مالتي فورس ممبر يا دكتور. مالتي فورس ممبر، ليه يا ابني؟ لأنه acted by the forces يا دكتور at more than two points، أكتر من نقطتين. ثلاثة أربعة خمسة كلهم مالتي فورس ممبر. طب بنفس المنطق يا أولاد الممبر أو الرود سي دي ده هيبقى نوعه إيه؟ أكيد يا دكتور هيبقى مالتي برضه. مالتي فورس. ليه يا دكتور؟ لأنه هيبقى acted by the forces at more than two points. صح كده؟ طيب تمام دكتور اللي انت شرحته ده والتصنيف ده ايه اهميته؟ اقول لكم بصراحه يا اولاد المالتي فورس ممبر مش فارق معاه اللي احنا حكيناه ده كله، يا نهار ابيض او حياه ربنا، المشكله كلها في الداهيه الثانيه يا اولاد اللي هو التو فورس ممبر ده. وانس ان انت حكمت في مساله ان الممبر ده يا اولاد او الرود ده تو فورس ممبر بيبقى ليه تعامل خاص. ليه تعامل خاص في ايه بقى يا اولاد؟ اي تو فورس ممبر يا اولاد اهو اني تو فورس ممبر ابن اللذينه ده ماله يا دكتور؟ خلاص
لازم يكون يا أولاد لازم يكون acted by two forces equal in magnitude and opposite in direction, ولازم يكون الخط عملهم هو الخط الواصل بين النقطتين بتوعه اللي هم الA والB, سواء كان التو فورس ممبر ده ستريت او كيرفد. ايه ده يا دكتور؟ هو في مسائل ممكن يكون التو فورس ممبر كيرفد؟ اه عادي. ايه المشكله؟ اهو عادي اهو, هيبقى ايه وبي في الحاله دي؟ بحط الفورسز ازاي؟ والله مثلا لو قلت يا اولاد هنا في فورس يبقى لازم احط هنا نفس الفورس بس في عكس الاتجاه. اه حضرتك تقصد تقول ان هو عشان يبقى ان ايكوليبريم لازم الفورسز اللي عليه تاخد الشكل ده. اه طب والممبر الثاني ده مثلا اهو, لو حطيت فورس كده العكس يبقى لازم تحط هنا العكس. يبقى التو فورس ممبر ماست بي اكتد باي تو فورسز ايكوال ان ماجنيتود واوبوزيت ان دايركشن يا دكتور. ايوه. طب هسالكم سؤال يا اولاد, سؤال خبيث قوي. شايفين الممبر اي بي ده اللي هو الستريت اللي انا معلم عليها صح؟ شايفينه ولا لا؟ اه شايفينه يا دكتور. اه شايفين. اسالكم سؤال, اقول لكم what is the type of the force in the member AB, tension or compression؟ نوع الفورس اللي compression. ممكن عشان هيلغوا بعض. لا لا لا, انا بسال نوع الفورس اللي قدامكم دي tension ولا compression؟ compression عشان راح على البادي. طب حلو, عارفين بقى لو سالتوني انا الدكتور حسين عارفين هرد عليكم اقول لكم ايه الرد بتاعي؟ لو انا سالت السؤال ده هقول له لا ما اعرفش. نعم يا دكتور؟ هقول له لا والله ما اعرفش. امال ايه يا دكتور؟ هحل المساله الاول وارد عليك. نعم يا دكتور. اه والله هحل. يعني ايه حضرتك؟ انت فرضتها كومبريشن, واحنا شايفينها كومبريشن, لكن كلامك صح ولا لا الله اعلم. امال حضرتك هنعمل ايه؟ اروح احل المساله واطلع الفورس اف دي يا اولاد كانون, والله طلعت بالبوزيتيف يبقى انا كلامي صح وهي فعلا كومبريشن صح. طب افرض الفورس طلعت نيجاتيف, ما هي انون يا اولاد, يبقى فرضي غلط. يبقى التو فورسز دول يا اولاد بدل ما هم الاثنين اللي جوه لا هيبقوا الاثنين اللي بره, يبقى الفرض بتاعي غلط وساعتها هيبقى نوع الفورس تنشن. يبقى هنا لو سالتكم يا اولاد وات ذا تايب اوف ذا فورس ردوا عليا قولوا يا دكتور ما نعرفش. لما نحل الاول هنقول لحضرتك اه انت من حقك في بدايه المساله تفرض اللي انت عايزه. افرض ايه يا دكتور؟ براحتك, يا تفرض التو فورسز كومبريشن يا تفرضهم تنشن. ده فرض من عندك assumption. هل الفرض ده صحيح ولا لا؟ اللي يقول لي الكلام ده الاجابه بتاعت السؤال. طب معلش يا اولاد اكني بقى يعني هستعبط عليكم. الفورس الثانيه يا اولاد what is the type of the force in the member AB الثاني ده؟ ما نعرفش يا دكتور. حضرتك فرضها تنشن على دماغنا يا دكتور على راسنا, لكن كلامك صح ولا غلط؟ والله يا دكتور اللي يقول الكلام ده المساله الاشاره اللي انت هتطلعها. بس يبقى حاجة أخيرة يا أولاد, أنا عارف معلش هتستحملوني 10 دقايق معلش. يبقى حاجة أخيرة, إيه هي؟ عند الاتصال بالبين سبورت, عارفين ده يا أولاد البين كان اللي هو أول سبورت في التو دي, لو لقيته يا أولاد متوصل بتو فورس ممبر في مسألة مش محتاج تحط إيه إكس وإيه واي. ليه يا دكتور؟ خلاص بقى يا حبيبي, أنت عندك الإي إكس والإي واي دول اللي أنت متعود عليهم, أنت متأكد خلاص طالما إن ده تو فورس ممبر فلازم الريزلتنت هتبقى في اتجاه الخط اللي بين النقطتين اللي هم الاي والبي مثلا. يبقى في الحاله دي مش ضروري الاي اكس والاي واي, لا يمكن استبدالهم يا اولاد بجاست اونلي وان رياكشن اللي هو الاف اي دي. مش فاهمين حاجه يا دكتور؟ يعني ايه؟ يعني في اي مساله بعد كده يا اولاد هتشوفوا فيها السبورت ده اللي انتم متعودين تحطوا له تو رياكشنز اكس وواي. انا عارف والله وقلت لكم كده فعلا, لو لقيته متوصل بتو فورس ممبر لا ما تحطش اي اكس واي واي. امال حط ايه يا دكتور؟ هتحط رياكشن واحد في اتجاه خط عمل التو فورس ممبر نفسه. طب يا دكتور لو كان متوصل بمالتي فورس ممبر, لو اللي هو يا اولاد ده البين سبورت ده اللي هو البين سبورت اللي هو الاولاني اول سبورت خدناه المحاضره اللي فاتت اللي كان بياخد تو رياكشنز اكس واي, فاكرينه يا اولاد؟ اه بس انا مش فاهم احنا هنحط الرياكشن الواحد ده فين, في اي اتجاه؟ في اتجاه الخط بتاع التو فورس ممبر نفسه. اه اللي هو اي بي اللي هو الاي بي نفسه. تمام. طب تعالوا ناخد مساله عشان اوضح لكم كل الكلام ده اهو. دكتور طب هو عندي سؤال في الحته دي ينفع؟ يعني سؤال عامه. طب يعني البادي ده لو بتاثر عليه بكابل يعني هو لا لو اتاثر عليه بكابل هيتحول لمالتي فورس ممبر خلاص ما بقاش تو فورس ممبر
زي ما هو الكوبل تو فورسز يعني مش الايه مش الكوبل تو فورسز اوبزيت اند ايكوال. الله يفتح عليك بس مش كولينير بس لازم يبقى كولينير يعني. الله يفتح عليك كولينير عشان تمنع الكابل. برافو عليك. يعني تخيلوا يا اولاد يا اولاد اهو لو جبت الممبر اي بي زي ما زميلكم بيسال والله سؤالك حلو يا ابني وحطيت التو فورسز كده اف واف هل ده كده يا دكتور ينفع ان هو تو فورس ممبر؟ لا طبعا وهيبقى اوريدي ده نوت ان اكوليبريم يا ابني. يعني يا دكتور مش في حاله اتزان. شروط الاتزان هنا مش هتتحقق عليه. ليه بقى؟ جرب في الرسمه دي كده خد سيجما المومنتس اباوت الايه. لا سيجما المومنتس اباوت الايه مش بزيرو يا دكتور. ففي شرط من شروط الاتزان ما اتحققش. طب عشان اضمن يا دكتور ان هو يبقى ان اكوليبريم لازم تلتزم باللي انا قلت لك عليه اللي هو لازم يبقى التو فورسز ان سيم لاين على نفس ان ذا سيم لاين بتوين ذا تو بوينتس. تمام. يلا يا اولاد البروبلم اهي بسرعه اهي عشان انا عارف ان احنا كده طولنا اهو. يلا اولاد عايز يا دكتور في المساله دي find the reactions find the reactions at A and D. وسؤال تاني يا اولاد what is the type of the force what is the type of the force in the member CD. نعم يا دكتور عايزك تقول لي نوع القوه في الممبر سي دي. طب هسألكم الأول سؤال يا أولاد ملوش علاقة بحل المسألة أو ليه علاقة سؤال نظري يعني. What is the type of the member AB? What is the type of the member AB? اللي هو كل ده يا أولاد كل ده. هل الممبر AB يعتبر two force ولا multi force member؟ باللي أنا علمته لكم. Multi force. طب what is the type of the member CD? Two force. برافو عليكم ده يبقى two force member. طب خلاص. اوكي يا اولاد عشان احل المساله دي يا اولاد في طريقتين للحل بسرعه جدا يا اما تتعامل مع السيستم كله يا اولاد وزود سيباريشن وزود ايه يا دكتور ايه 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 الكلمه دي وزود سيباريشن يعني ما تفصلش الاجسام من بعضها. نعم اه يا حبيبي ما هو انت عندك تو باديز تو ممبرز ممكن تفصلهم وتدرس كل واحد لوحده وعلى فكره دي الطريقه اللي انا بحبذها او بفضلها اهو تو سولف ذا بروبلم يا اولاد اهو تو سولف to solve any problem contains more than one body you can make a separation. يعني يا دكتور separation يعني حضرتك افصلهم. حاضر يا دكتور تعالى نفصلهم. اوكي مش فاهمين حاجه بس تعالى نشوف يعني هنكمل مع حضرتك اهو. بصوا يا حضرات لو انا فصلت الممبر اي بي لوحده اهو رسمته لوحده ادي الممبر اي بي وفصلت يا اولاد الممبر اللي هو الثاني اللي هو السي دي لوحده اهو اهو ادي الدي وادي السي يا دكتور. طيب هبدا بمين يا اولاد؟ ابدا دايما بالتو فورس ممبر. ليه يا دكتور؟ شكل الفورسز اللي عليه سهل انت عارفه. الدكتور قال لنا ان ده طالما ده تو فورس ممبر فهحط له تو فورسز اهم هسميهم مثلا اف سي دي وهنا عكسها. دكتور انت فرضتهم كومبريشن؟ اه يا عم انا حر. لو حد فيكم عايز يفرضهم العكس هو حر. طب اجي يا اولاد عند نفس البوينت سي نفس البوينت اللي موجود على الجسم الثاني. تعالوا هنا نحقق يا اولاد كونسبت في منتهى الاهميه الا وهو النيوتنز ثيرد لو. At any point of connection يا أولاد between two bodies عند أي نقطة اتصال بين جسمين لازم تحقق النيوتن the third law اللي بيقول يا أولاد for any action there is a reaction equal in magnitude and the opposite in direction. يعني إيه يا دكتور؟ يعني حضرتك عند نفس النقطة C حطيت هنا فورس في اتجاه لازم الناحية التانية تحط لي نفس الفورس بس in the opposite direction.
بجد يا دكتور؟ اه والله بنفس الانجل ثيتا. اه بنفس الانجل ثيتا، هي هي بس لكن في عكس الاتجاه. ليه يا دكتور؟ عشان لو رجعت عملت لهم يا اولاد كومبوزيشن، يعني ايه؟ لو رجعت جمعتهم تاني يلغوا بعض، فلازم سيجما الانترنال فور، دي اسمها انترنال فورسز يا اولاد، قوه داخليه، لازم يلغوا بعض ويروحوا. طب انت فكيت عايز تظهرهم حقك، فانت حطيت هنا ايه؟ انا حطيت هنا دكتور السي عند سي الفورس دي، لان دي بتاعه التو فورس ممبر. انا ما اختلفتش معاك تمام، بس لازم تروح عند نفس النقطه على الجسم الثاني تحط نفس الفورس لكن في عكس الاتجاه. طيب عند البي يا اولاد، والله يا دكتور عند البي حضرتك كنت مدينا لود اللي هو الفور كيلو نيوتن. طب عند الاي؟ لا يا دكتور ده بين سبورت عادي لان ده مالتي فورس ممبر، فاحط له تو رياكشنز عادي خالص زي ما انا متعود اهم، اللي هم الاي اكس والاي واي. طب تمام، الخطوه اللي بعد كده تراي تو سولف ذا بروبلم، يعني ايه؟ طبق شروط الاتزان الثلاثه، سيجما اف اوف اكس، سيجما اف اوف واي، سيجما مومنتس. انت شغال في ال2 دي، بس الجميل في الموضوع ايه بقى يا اولاد؟ ان الايكويشنز اوف ايكوليبريم، واسمعوا الكلمه دي يا اولاد خلاص، انا عارف انتوا تعبتوا بس خلاص والله قربت اخلص. يعني الايكويشنز اوف ايكوليبريم يا اولاد بتبقى ابلايد بس على المالتي فورس ممبرز. نعم، يعني شروط الاتزان بتطبق على المالتي فورس ممبر، امال التو فورس ممبر كومبارس. يعني ايه يا دكتور كومبارس؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ هو بيترسم اه وبحط الفورسز اللي عليه اه تمام، لكن ما بطبقش عليه اي شروط اتزان. ليه يا دكتور؟ ماله يعني؟ يعني سوري، يعني عنده عيب معين؟ لا، الايكويشنز عليه اللي عليه اولاد هتبقى حاجه اسمها ماثيماتيكالي ساتسفايد، تتحقق رياضيا، يعني تلاقي صفر ايكوال يعني زيرو، زيرو ايكوال زيرو زيرو، لكن ما بتطلعش منها مجاهيل. يعني حضرتك بتقول ما ينفعش اطبق اي ايكويشن اوف ايكوليبريم من الثلاثه اللي انا عارفهم على التو فورس ممبر؟ لا، الايكويشنز يا اولاد هتبقى فاليد على المالتي فورس ممبر بس. طب خلاص قولوا لي بس يا اولاد معلش، من هندسه الشكل، هي ثيتا هتطلع بكام كرقم يا اولاد؟ عنده فكره ثيتا هتطلع بكام من المساله؟ هي ممكن نجاوب بالساين والكوزاين 45 45، هتطلع 45 يا اولاد، 45. طيب حضرتك هتطبق الايكويشنز على مين؟ على المالتي فورس ممبر اه، بس قبل ما اطبق يا اولاد الايكويشنز معلش هعمل بس ريزوليوشن للفورس دي اهي، فهتبقى ايه؟ اهي هتبقى هنا يا دكتور كده. دكتور معلش انا عندي سؤال، هتبقى دي يا اولاد اف سي دي كوزاين 45، وهنا هتبقى اف سي دي، اصبر عليا يا ابني شويه، ساين 45. طب وبعدين هيبقى سيجما المومنتس اباوت الايه يا اولاد؟ هبدا بالمومنت اباوت الايه، اشمعنى؟ لانها عندها انونز اكتر. طيب هيبقى عندك الفورس البعيده هيبقى نيجاتيف 4 تايمز 1.5 يا دكتور، 1.5 هيبقى 3، نيجاتيف 4 تايمز 3. طب والاف سي دي كوزاين ملهاش مومنت يا دكتور، ليه؟ لانها باسنج ثرو الايه. طب والاف سي دي ساين؟ لا هتعمل مومنت، هيبقى بالبوزيتيف بلس اف سي دي ساين 45 ملتبلاي باي 1.5 ايكوال 0. من هنا كده هتقدر تطلع الاف سي دي، اقول لكم اولادها هتطلع كام بالظبط؟ هتطلع بوزيتيف 8 رو 2 كيلو نيوتن. لا عندك يا دكتور، استنى استنى استنى، الحل بتاعك يا دكتور بتاع الاف سي دي طلع بوزيتيف اه، يبقى الاسامبشن بتاعك صح، ويبقى نوع الفورس هنا فعلا يا دكتور هتطلع كومبريشن، يبقى نوع الفورس يا اولاد هتطلع ايه؟ كومبريشن. ليه يا اولاد؟ الدكتور فرضها كومبريشن ولما جه حل المساله طلعت الاجابه بوزيتيف. طب تمام، طب ايه تاني يا اولاد؟ كمل. سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 يا اولاد، الله يبارك لكم، انا مش عايز اكون بستعجلكم والله، انا شغال على المالتي فورس ممبر، حضرتك الايكويشنز اللي انت شغال بيها دي على المالتي فورس ممبر اي بي، التو فورس ممبر ما بيتطبقش عليه اي معادلات، ده كده ده غلبان يا اولاد. يعني اه اوكي تطلع الانونز اللي عليه تمام، لكن ما بستخدمش عليه اي معادله. طب سيجما اف اوف اكس خلاص اليمين هيساوي الشمال، يبقى الاي اكس هتساوي الرياكشن اي اكس هيساوي الاف سي دي كوزاين 45. طب انا حسبت الاف سي دي اه، تقدر تطلع الاي اكس. طب يا دكتور اخر ايكويشن على المالتي فورس ممبر اي بي،
سيجما الاف اوف واي ايكوال 0، اللي فوق ايكوالز اللي تحت، يبقى الاف سي دي ساين 45 دي لفوق هتبقى ايكوالز الاي واي بلس 4، عوض هتطلع الاي واي. يعني يا دكتور حضرتك ايه الجديد اللي انت قلته في اخر المحاضره ده بسرعه عشان نبقى بس متابعين معاك؟ المحاضره اللي فاتت يا ولاد في ال2 دي انا اديت لك مسائل كتيره فيها ايه ريجيد بودي واحد، ريجيد بودي واحد، فكنت بتطبق عليه ثلاث معادلات والدنيا سهله وجميله. طب حضرتك لما الاقي مساله فيها اكتر من ممبر، اكتر من جسم، لازم تعمل لهم سيباريشن. طب وبعدين صنف نوع كل واحد فيهم، لو فيهم حاجه تو فورس ممبر حط لها التو فورس زي ما علمتك عكس بعض. طب تنشن ولا كومبريشن براحتك، بس لما تيجي تحط بقى الافكت بتاع الفورس دي على الجسم الثاني بتحطها في عكس الاتجاه. طب فين يا دكتور؟ عند نفس البوينت اوف كونكشن اللي ما بينها وما بين الممبر الثاني. خلاص يا اولاد. طب لما اجي يا دكتور اعمل سيباريشن، فصلت ورسمت، اطبق الايكويشنز اوف الكوليبريم على المين؟ على المالتي فورس ممبر بس. التو فورس ممبر ده ما بيطبقش عليه يا اولاد اي شروط اتزان خالص. اي سؤال بقى اللي عايز يسال يتفضل، واللي عايز يتفضل اصلا من المحاضره لو وراكوا اي حاجه، لان انا عارف انا طولت عليكم. اللي عايز يتفضل يتفضل، واللي عايز يسال يسال. بعرف التو فورس ممبر ازاي؟ ايه؟ بعرف التو فورس ممبر ازاي؟ عد النقط اللي فيها الفورسز بتاكت عليه، لو لقيتهم اتنين يبقى تو فورس ممبر. النقط مش الفورسز. يعني مثلا اهو تعالوا اديكوا حالات كتيره اهي، تعالوا اهو. يلا لو جبت لك مساله كبيره اهي يا اولاد اهي، مثلا لو جبت لكم مساله كده اهي، ادي مثلا ده ممبر اهو كونكتد بممبر تاني كده 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 اهو 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 مثلا كده ماشي، كونكتد بممبر تالت كده اهو، وده كونكتد بممبر رابع كده اهو. يلا يلا اولاد هسميهم ايه مثلا؟ ادي A وادي B وادي C وادي D وادي E وادي اتش. يلا هقول لك الممبر كله كله اللي هو الاي دي، الاي دي كل يا اولاد الاي دي كله، ها الممبر اللي هو ده مالتي فورس ممبر مالتي ماشي. طب الممبر اللي هو السي اتش كل ده ممبر واحد يا دكتور؟ اه ده ممبر واحد. السي اتش هيبقى ايه؟ مالتي برضه. مالتي برضه. طب والدي اي؟ تو فورس ممبر. طب والبي اتش؟ بس خلاص. طب لو حطيت هنا ويت يا اولاد، تخيلوا لو انا حطيت هنا ويت هيتحول البي اتش، البي اتش هيتحول من 2 بقى مالتي. نعم يا دكتور. يعني لو الويت ده مش موجود عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز على الممبر بي اتش 2 هيبقى اسمه 2 فورس ممبر، ولو فصلته هتحط له 2 فورسز بالشكل اللي انا علمته لك. طب لو اضفت هنا في النص اي ويت يا اولاد، ايه رايكم؟ عدد النقط يا دكتور يتحول من 2 بقى 3، خلاص ما بقاش تو فورس ممبر، هيبقى ساعتها اسمه ايه؟ مالتي فورس ممبر. خلاص يا اولاد. يبقى تنشن الايه؟ ممبر ممكن يبقى تنشن ولا لازم بودي؟ الايه؟ الممبر ممكن يبقى تنشن ولا لازم كومبريشن؟ الممبر ممكن يبقى تنشن يعني روب قصدي. اه عادي، ايه المشكله؟ بس خد بالك الممبر او الرود او الحديد فيه ميزه، ايه هو عن التنشن؟ انه بيقبل التو تايبس اوف لودز، يعني ممكن يبقى ممكن تضغطه هيقبل، ممكن تشده هيقبل. الروب او الكيبلز بتقبل التنشن فقط. يعني انت هنا لو انت عايز توصل ما بين النقطتين دي واي بوصله، ممكن توصل ما بينهم بكيبل. اه يا دكتور ينفع، بس المشكله في الكيبل ايه؟ لو انت قصرت هنا بلود تنشن هيقبل، هيستحمل. طب لو حبيت تضغط هيحصل له ايه؟ هيحصل له حاجه اسمها شرينكج، هينكمش، فمش هيقدر يتحمل اللود ده. لكن لو انا حطيت هنا حته حديد بقى، حديد رود، ايه رايك؟ ايه الفرق ما بين الرود والكيبل يا اولاد؟ الرود يا دكتور ريجيد بادي، فلو انت شديته بيقبل، لو انت ضغطته برضه بيقبل عادي، ما عندوش مشكله. دكتور معلش ممكن المساله اللي فاتت بس انا عايز اسال سؤال اللي هو اسال اخر حاجه كنا بنحل فيها. هي لما طلعت بوزيتيف عشان يعني هي لما تبقى كومبريشن في الاتجاه يعني في ايوه فوق كمان سنه
ايوه الاف الفورس بتاعت السي دي هي دلوقتي رايحه للاتجاه بتاع اللي هو الرود اي بي صح؟ هي كده بتعمل كومبريشن عليه صح؟ ايوه ولما بنيجي نشتغل على البادي التاني اللي هو السي دي هنعكسها. ما هتعكسها بس برضه هتبقى كومبريشن برضه. تمام. ما هي كومبريشن، لو كومبريشن على على الاي بي برضه هتبقى كومبريشن على السي دي، هي برضه ما تقلقش. بيعمل على الباتين بادي يعني. برافو تمام. عليك. تمام خلاص شكرا. اوكي. اي سؤال تاني يا اولاد؟ طب دكتور امتحان الميد تيرم هيكون لحد فين؟ امتحان الميد تيرم هيبقى لنهايه الشابتر 4. هيبقى 25 سؤال ام سي كيو. 25 سؤال ام سي كيو في مده او في زمن ساعه وربع. وهيبقى في الكليه يوم الاربع اللي بعد اللي جاي اللي هو 2/12 تقريبا الساعه 4:30 يمكن ولا حاجه. طيب دكتور بعد اذنك بس، هو بالنسبه للكويز وبالنسبه للميد تيرم هيتاجلوا للناس اللي داخلين متاخر ولا لا؟ يا حبيبي ما عندناش مشكله، نسقوا مع الكليه شوف هتاجل لكم لامتى، الكليه هتبلغنا بميعاد الامتحان نعمله وعنينا الاثنين حاضر بنعمله يعني في الوقت. اكلم الكوردينيتور وهو يقول لي؟ لا هو كده كده اوريدي انتوا اساميكم متسجله خلاص. اوكي يعني اساميكم متسجله ومعروف الطلبه المتاخره اوريدي. هيتقال لنا احنا بقى كناس انستراكتورز يا جماعه عايزين امتحان متاخر لبتوع الاستاتكس حاضر، هيتبلغوا مثلا في البروجكشن في البرودكشن في الدروينج فاهم. بس تمام يعني هما مش هيحضروا ولا الكويز الجاي ولا الميد ترم الجاي. خلاص مش مشكله. لا خلاص خلاص تمام. اوكي دكتور معلش عندي سؤال. اتفضل. في اخر سؤال تحت الاكزامبل اللي خدناه مش عارف حد لسه في المالتي فورس من طب قول يا حبيبي. انا بحددهم مثلا على اساس ايه في عدد النقط؟ عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز على الجسم. عدد النقط اهو ده الممبر ده عليه كام نقطه؟ 1 2 3 يبقى ده مالتي فورس ممبر اللي هو اسمه السي اتش. طب الممبر ايه دي؟ كل ده عدد النقط 1 2 3 4 طالما اكتر من 2 يبقى مالتي فورس ممبر. طب الدي اي عدد النقط اللي هتاثر فيها الفورسز عليه 2 خلاص يبقى 2 فورس ممبر. ومثلا لو الاي بي ده 2 صح؟ الاي بي يا حبيبي لا الاي بي ده مش جسم. لا هو الاي اي الاي دي كله جسم واحد انت مش مقطعه يعني الممبر من اول اي لغايه دي كل ده ممبر واحد، كل ده جسم واحد رود واحد فاهم حاجه. بس طيب في السؤال تاني في الرود اللي كان سند على الكورنر لما حطوا له حته واحده بس ساعتها خلاص اوكي لو هي سموز هياخد رياكشن واحد بس. تمام اوكي. هو الكويز هيبقى لحد فين؟ في تشابتر 2 بس يعني مش داخل فيه العزم صح؟ لا 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 مش داخل فيه العزوم. تمام اوكي. دكتور بعد اذنك اتفضل. دلوقتي كان نزع ال LMS يعتبر كان خطه للاستاتيكا اللي احنا هندرسه على مدار الترم كله وكان فيها اسايمنت والكلام ده. فاحنا دلوقتي كان مثلا عدى علينا اسايمنت 1 ومش مش ما فيش مكان نحطه فيه او احنا مش عارفين نحله ولا المفروض نعمل فيه ايه بالظبط؟ طب ما تحلوه. ايه المشكله ما تحلوه؟ طيب بقى يعني نحله يعني مع نفسنا وخلاص؟ لا حلو وسلمه. ايه المشكله؟ اتفقوا مع المعيدين. ايه ما احنا هنسلمه فين بقى؟ عشان اصل احنا ما حدش المعيد اما جاب لنا شريط اسايمنت ولا اي حاجه. طب عموما انا هشوف لكم الحل الموضوع دوت مع المعيد. بس انت كده خليك بس في الاهم دلوقتي ان انت المذاكره ذاكر والكويز والميد تيرم هم الاهم. موضوع الاسايمنتس مشكله بس في اعدادي عندكم ان احنا اعمال السنه عندنا محدوده. يعني هم يا دوب 15 درجه بس لان انت عارف الفاينل 60 والميد تيرم 25. فانت في عندك 15 درجه منهم 10 معمل. فاحنا بنكتفي مثلا بالكويز وخلاص. فما بنطلبش اسايمنتس في اعدادي. احنا بنعتبر ان انت كده واجب عليك بس. فهمت. ماشي يا حبيبي. اوكي اتفضلوا يا اولاد. دكتور ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. انا يعني كان في مسائل في هبلر لما كنت بحلها
كان بيبقى فيه راجل بيبقى قاعد على زي تراكتور كده وبيكون في الناحية التانية اللي هو الدراع اللي طالع منه ده. في بقى بيبقى في النص في زي حاجة زي البيستن كده بتنزل وتطلع عشان لما الوزن مثلا يكون تقيل البيستن ده يقدر ينزل يوطي ياخدها ويطلع بيها. الرياكشن بقى هنا ده يبقى ايه؟ يبقى نوعه ايه؟ اسمه ايه؟ اللي هو بيبقى في نص العمود الطويل ده. فين المسألة؟ ابعتها لي على المايكروسوفت تيمز. يعني احنا نقعد نتكلم غيبا، انا يعني مش ابعت لي المسألة اوكي ونتناقش فيها. اوكي ماشي. اوكي يا دكتور. اوكي يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طب سؤال يا دكتور. اتفضل. هو كان لما انا اجي اعمل السيجما اف اوف اكس واف اوف واي ايكوال زيرو والكلام ده، لما يبقى فيه فرصات مايله في الفراغ باخد الاكس بتاعتها ولا بعملها ايه عشان متلخبط فيها سنه؟ اي فرصه في السبيس لازم تحولها للفيكتور فورم. كل الفورسز في السبيس من ضمن الخطوات الاساسيه في بدايه اي مساله في السبيس لازم تحول الفورسز كلها للفيكتور فورم، يعني تجيب للفورسز كلها اي وجي وكي. بس كده هتسهل على نفسك لما تيجي تجيب سيجما اف اوف اكس وسيجما اف اوف واي وسيجما اف اوف زد، خلاص الدنيا بقت سهله خلاص. يعني باخد الاكسات بتاعتها وبسويها بزيرو. برافو عليك. كل وايات والزد. تمام شكرا. اوكي يا حبيبي ماشي. اتفضلوا يا اولاد. يا دكتور اتفضل. لو انا عرفت ان في جسم 2 فورس ممبر هتعامل معاه ايه؟ يعني هعمل ايه بقى؟ لما تيجي تفصله بره، خلاص تفصله بره، حط له 2 فورسز ايكوال ان ماجنيتيود واوبزيت ان دايركشن على خط عمله، وتروح على الجسم اللي هو متوصل بيه الناحيه الثانيه اللي هو المالتي فورس ممبر، اعكسها شوف انت فرضتها تنشن ولا كومبريشن، براحتك براحتك. المهم لما تروح على الجسم الثاني اعكس عكس اللي انت عملته على الاول. انت بس كده بس. تمام شكرا لكم.